بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم جميعا في رحاب هذا العدد الجديد من برنامج ضحى القناة. نلقاكم ونطل عليكم كل صباح من بيتنا الصغير من بلاطو برنامج الضحى، والذي نتمنى أن يضم إلى أسرته أكبر عدد من المشاهدين بحول الله. ساعتان من الزمن على الهواء مباشرة، أدعوكم جميعا مشاهدينا على كرم لمرافقتنا واكتشاف جملة المواضيع المقترحة عليكم في هذا اليوم المبارك. ونستهل لقاءنا هذا دائما بذكر المولى عز وجل مع الورد اليومي من أذكار الصباح. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. نسألك اللهم صباحا طيبا ومباركا، أوله فلاحا، أوسطه صلاحا، آخره نجاحا وفلاحا لنا ولكم جميعا مشاهدينا الكرام. طيب الله أوقاتكم بكل خير، ندعوكم لمرافقتنا. سعيدة جدا وكل فريق برنامج عمل برنامج ضحى القناة بخدمتكم. نترافق مع بعض على مدار الساعتين من عمر برنامج ضحى القناة، نسعد كثيرا بمتابعتكم. نتمنى أن تستفيدوا من كل المواضيع الملتقاة لنهار اليوم التي سنتعرف عليها بعد قليل بحول الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في خدمتكم، كما ندعوكم جميعا للتواصل معنا عبر أرقامنا الهاتفية التي نضعها تحت تصرفكم. قناة القرآن الكريم دائما تربط جسور التواصل مع مشاهديها الأكارم، كذلك عبر مواقع قناة القرآن الكريم سواء على الفيسبوك صفحة القناة، أو بإمكانكم كذلك إعادة متابعة جل البرامج عبر قناة القرآن الكريم على اليوتيوب. دمتم أوفياء جميعكم لبرامج قناة القرآن الكريم. نمر الآن مباشرة لإطلالتنا اليومية على توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري. حياكم الله من جديد مشاهدينا على كارم، نرحب بكم في رحاب برنامج ضحى القناة وفقرتنا المتواصلة بحول الله تعالى إلى غاية حدود منتصف نهار هذا اليوم المبارك الثلاثاء العاشر من شهر ديسمبر 2019 الموافق للثالث عشر من شهر ربيع الثاني 1441، هو أول يوم من أيام البيض التي أوصانا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بصيامها، فنقول صيام مقبول لكل الصائمين في هذا اليوم، تقبل الله صيامكم وصالح أعمالكم إن شاء الله. أما عن فقرات ومواضيع أركان ضحى القناة لنهار اليوم نستهلها بعد لحظات من العيادة النفسية مع الدكتورة فاطمة الزهراء حراب التي تتناول موضوع الخوف وكيف نتعامل معه، من ذاكرة التاريخ مع الأستاذ مراد حمزاوي نقف اليوم عند ذكرى 59 لمظاهرات 11 من ديسمبر 1960. الأستاذ عبد الرشيد بوبكري لنرقى معا يتطرق إلى موضوع الإيجابية في حياة الأبناء، مسك الختام ركن قيم مع فضيلة الشيخ بلال السويسي، والحديث عن قيمة النظافة، كل هذا بالإضافة إلى عديد روبورتاجات من إعداد الطاقم الصحفي لقناة القرآن الكريم. نتمنى لكم متابعة طيبة ومفيدة إن شاء الله. أما الآن فنتوقف مع عدد جديد من سلسلة السراج المنير الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد صلح الحديبية بدأت مرحلة جديدة من مراحل الدعوة الإسلامية، فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة بإرسال الرسل إلى الملوك ليدعوهم إلى الإسلام، فأرسل إلى هرقل قيصر الروم وإلى كسرى ملك الفرس وإلى النجاشي ملك الحبشة
وإلى حاكم البحرين وصاحب دمشق وملك عمان، وإلى المقوقس عظيم مصر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمحاً وعظيماً في دعوته وأسلوبه، فلاق القبول والرد الحسن لدى معظمهم. وتابع النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، وكان لا بد من مهاجمة خيبر حصن اليهود ووكر الفساد المنيع، وخاصة بعد أن حاولوا قتله. وبعد قتال مرير تهاوت حصون خيبر، وأيقن اليهود أنهم هالكون لا محالة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويتركوا له الأموال، فصالحهم على ذلك وتم تسليم الحصون للمسلمين. وفي العام نفسه اتجه المسلمون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة على ما تعاهدوا عليه في الحديبية، وخرج المشركون ليروا المسلمين فانبهروا بما لمسوه من قوتهم وجلدهم. وحين قتل أمير بصرى حامل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت غزوة مؤتة، إذ سار جيش المسلمين لمواجهة جيش الروم للمرة الأولى. وعلى الرغم من عدم التكافؤ الهائل بين الجيشين، إذ كان عدد الروم يقارب 200,000 مقاتل في مواجهة 3,000 من المسلمين، اقتتل الطرفان قتالاً عنيفاً حتى انسحب الروم، وأثبت المسلمون مهارتهم الحربية بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. وحين نقضت قريش عهدها بمهاجمة بني بكر حلفاء قريش خزاعة حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، توجه بعشرة آلاف مسلم نحو مكة، وأسلم أبو سفيان رضي الله عنه بعد أن لمس الرحمة من النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعرف أنه لا إله إلا الله وأن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وفي صباح يوم 20 من رمضان من السنة 8 للهجرة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة وهو مطأطئ الرأس تواضعاً لله تعالى، ومحذراً من إراقة الدماء، وداعياً إلى الرحمة. وبعد أن أقبل إلى الحجر الأسود واستلمه، طاف بالبيت الحرام، وأزال ما فيه من أصنام وتماثيل وصور، وصلى فيه، ثم قال لأهل قريش الذين كانوا ينتظرون ما يفعل بهم: اذهبوا
فأنتم الطلقاء. ثم عاد مع صحابته إلى المدينة المنورة. هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كان باستطاعته القصاص من أهلها، إلا أنه عفى عنهم ودعوا بالطلقاء بعد هذا اليوم؟ وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت طوال حياته أنه لم يسعى وراء مصلحة شخصية ولا وراء انتقام أو ثأر، بل كان في سعي دائم ليدخل أكبر عدد من الناس في الإسلام لتعلو كلمة الله في الدنيا كلها. عرف العرب بعدها الحق من الباطل، وزالت عنهم الشبهات، فتسارعوا إلى اعتناق الإسلام، وسميت السنة التاسعة للهجرة عام الوفود، فقد وصل عدد الوفود إلى أكثر من 70 وفدا، وتوحدت القبائل والشعوب تحت راية الإسلام، وزالت الجاهلية وآثارها، وتمت أعمال الدعوة. وعلى الرغم من النصر والسيادة، رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والجاه، فكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في شكلها وتواضعها تعبر عن نظرته إلى الحياة الدنيا، وأنها ظل زائل، فاكتفى عليه الصلاة والسلام بحجرات من الطين والجريد وبعض الحجارة، وكان أثاث بيته في غاية البساطة، وذلك ليكون المثل الأعلى والقدوة الحسنة في الرضا والقناعة والصبر والاحتمال. وامتدت ظلال الهدي النبوي لتشمل التربية والأخلاق وحسن المعاملة، فكانت نعم ما يقتدي به المسلم لينير دربه ويطمئن قلبه. وفي السنة العاشرة للهجرة شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن مقامه في الدنيا قد شارف على النهاية، فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمه على أداء مناسك الحج. وفي يوم عرفة ألقى خطبة الوداع، وأشار فيها إلى تعاليم الإسلام التي تضبط علاقات الناس بعضهم ببعض، ووصاهم أن يعتصموا بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلوات الله عليه، وأشهد الناس أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة. وفي يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 للهجرة الموافق 8 من حزيران سنة 633، انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، بعد أن أتم الله تعالى عليه نعمته ونصره وأتم له أمر هذا الدين القويم. وبفضل الله تعالى، الرسالة النبوية لم تنتهي بانتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن دعوته مستمرة، فقد أرسل إلى الناس مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا، إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فصلوات الله وسلامه عليك يا خاتم المرسلين، ويا من بعثك الله نورا ورحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وأعنا من مظلات الكتاب آمين يا رب العالمين. نعود إليكم من جديد مشاهدينا الكرام لنواصل فقرات برنامج ضحى القناة التي تتنوع وتتعدد في سبيل تحقيق الفائدة الدنيوية والأخروية بحول الله تعالى. نسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم جميعا. محطتنا الموالية العيادة النفسية مع الدكتورة فاطمة الزهراء حرابي، نلقاكم بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورة فاطمة الزهراء حرابي، أهلا مرحبا بك، سعيدة جدا بلقائك في هذا الصباح. شكرا لك ابتسام، تحية صباحية عطرة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جعل الله أيامنا كلها حمد وشكر لرب العالمين وأمن وأمان. آمين يا رب العالمين. نحمد الله في كل حال، يعني في كل أحوالنا نحمد الله سبحانه وتعالى بنعمته تتم الصالحات، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها. موضوعنا اليوم، موضوع العيادة النفسية اليوم سيكون حول المخاوف، كيف نقضي على مخاوفنا، كيف نتعامل مع مخاوفنا. حبذا في البداية دكتورة لو نفرق يعني بين الخوف الطبيعي الذي هو طبيعة يعني في عند البشر بصفة عامة، والخوف غير الطبيعي الذي يحتاج إلى علاج، وأعراض يعني كل منهما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكيد اليوم نفتتح العيادة النفسية، بما أننا قلنا أن العيادة النفسية تلم وتهم الكبير والصغير، وتهتم بهذه النفسية حتى تكون نفسية مطمئنة متزنة. وأكثر ما يشوش على هذه النفسية هو الخوف، مخاوفها هذه المخاوف التي قد تكون عادية كما قلت، وقد تكون عارضا عابرا، وقد تكون اضطرابا، وقد تؤدي إلى أمراض نفسية. طبعا الخوف العادي، الخوف هو شيء فطري فينا، شيء غريزي فينا. الغير عادي هو ألا نخاف، معناتها الإنسان أو الطفل الذي لا يخاف ويقول أنا ما نخافش ما إلى غير ذلك، هذا غير عادي، لأن الخوف شيء فطري فينا. الخوف ما هو؟ هو تلك الحالة الوجدانية التي تنتاب الإنسان، هو من تلك المشاعر ومن تلك جملة الانفعالات التي تنتاب هذا الإنسان، كما عنده الحزن، الخوف، الحزن، الحب، الفرح إلى غير ذلك. هناك مشاعر تنتاب، حالة وجدانية تأمره التي نسميها الخوف. طبعا هذا الخوف من أين مصدره؟ طبعا المصدر، مصادر الخوف إما تكون داخلية أو خارجية. معناتها واحد باش يخاف، يا إما حاجة من الداخل خلاته يخاف، أو شيء من الخارج أدى إلى، معناتها دائما مثير واستجابة. طبعا الأشياء الداخلية التي تجعلنا نخاف هي أفكارنا، معتقداتنا. طبعا ممكن إنسان راه في طريق ولا كذا، فتبدأ توقعات، أفكار سلبية معينة، توقعات سلبية تخليه يدخل في حالة من الخوف. إنه هذا احنا نقول ممكن هذا الشيء في العادي. فتخيلي هذه الأفكار السلبية ولا التوقعات السلبية تبدأ شيئا فشيئا وتزيد الحدة تاعها حتى وين تولي شيء غير ما نقولوا غير عادي. وحنا دائما نقول ونفرق في العيادة النفسية ونذكر فيها حتى المعالج النفساني، وشن هي الحاجة اللي نعرف بها هذا عادي ولا غير عادي. هي شدتها، أي حدتها، المدة، والتكرار. هل هذا العرض راه يتكرر لي دائما؟ هل هو شديد لدرجة فعلا أنها تعيقني في حياتي ولا متخلينيش ندير أمور؟ هل إذا شدتها، حدته، وهل يتكرر؟ المدة، هل مثلا خلال شهر أو تزامنت مع ظرف معين، مع امتحانات مثلاً. مع مثلا إنسان مقبل على عملية جراحية، على سفر، على شيء جديد يعني في حياتنا نتخوف منه، مستجد، فهذا عادي. لكن إذا تكرر هذا الأمر واشتد وزادت حدته والمدة تاعو راهي طالت، ماشي شهر، ماشي أسبوع، ماشي شهر، ماشي ثلاث أشهر، راهي في أيام دائما هكذا، فهذا الإنسان دخل في دائرة الخوف، وهذا الخوف يصبح له إعاقة أكثر من أنه يصبح له شيء إيجابي. لأنه الخوف كما الضغط النفس، الضغط أحيانا كما نقول هو ملح الحياة، لأنه هو الذي يحفزنا، هو الذي يشجعنا. نفس الشيء إذا كان الخوف هذا في مكان أنه نخاف، باش نحن نقوله في مثالنا اللي خاف سلم، إذا أنا كنت نخاف الخوف هذا راح يعطيني حذر، راح يعطيني حرص، راح يعطيني كذا. فهذا الخوف أكيد هو حماية لي، حماية لأولادي، حماية لأهلي، حماية لنفسي، فهذا أمر إيجابي. لكن إذا زاد عن حده وأصبح خوفي مثلا على
أبنائي، ولولا عندي حذر كبير جدا أو حرص كبير، هذا أكيد سوف ينقلب ضد عكسا وضدا علي أنا، وراح يسبب لي إعاقة علائقية، إعاقة مع نفسي، إعاقة اجتماعية. إذا أسباب الخوف أسباب داخلية، هي توقعاتي الداخلية. أنا وش راني نخمم؟ لو كان مثلا نروح لهذيك البلاصة كش ما يصرى، لو كان نخدم في هذا العمل مثلا، وغيرها وغيرها من الأفكار. وتخيلي ابتسام، لأنه التفكير السلبي كأنه شلال، جينا فكرة بعد فكرة تزيد خطها. وما تنساوش أنه دائما الشيطان راه بالمرصاد، أنه الإنسان السلبي اللي يفتح باب السلبية عليه، الأفكار والنكد، الأفكار السلبية والنكدية تجيب بعضها. وما ننساوش أن هناك شيطان الإنس والجن، معناتها كاين ناس محبطين، ناس سلبيين يعني، اللي ممكن هما راهم يغذين لهذه الأفكار الداخلية. وفي نفس الشيء الشيطان يستغل ضعف الإنسان والحالة التي يكون فيها. هذه نقطة. النقطة الثانية هي أسباب خارجية، ممكن شيء خارجي، مثير خارجي، أنه مثلا تشعل نار، حريق، أو شيء معين، أو شيء شفته في الطريق، أو حدث لي، فذلك الشيء هو الذي يخيفني. معناتها شيء خارجي، حاجة كما نقولوا مثلا الأطفال تاعنا يقول لك أنا نشوف مثلا في الظلام، تكون تنقطع الكهرباء، هذا طفل صغير، وهناك حتى الكبار، يعني الخوف من الظلام، مجرد الظلام فأنا أشعر بالخوف، تجيني نوبات من الخوف. طبعا الآن هذه الأسباب، إحنا هدفنا اليوم هو أن نعرف ما هي أسباب مخاوفنا، ما هي درجة خوفي. كلنا نخاف، كل واحد فينا الآن لو نفتح كما نقولوا دواخله فنجد مخاوفا عدة. الآن كل واحد يسأل نفسه، لأنه من أهم طرق العلاج النفسي الآن الحديثة هي أكيد العلاج الذاتي. أنه الإنسان حتى النفساني، لما نذهب للنفساني، النفساني راه يساعدني. معناتها أنا نبدأ الخطوة مع نفسي، إذا شفت أنه الأمر تأزم وأنا فعلا في حالة أحتاج مرافق، أحتاج مساعد. ولما نتحدث ربما عن هذا الخوف الغير عادي الذي يحتاج إلى علاج، وربما الخوف الدائم الذي يلازم الفرد، له علاقة ربما بالمحيط الخارجي دكتورة. لما نتحدث عن يعني تربية الأبناء، عن مختلف المواقف يعني اللي يمر بها الإنسان خلال حياته. أكيد. المحطات. بارك الله فيك، وهنا تأخذيني لنبحث عن الأسباب. فالنقطة الأولى التي نوجهها للمشاهد هي أولا اكتشف مخاوفك، تعرف عليها، أعرف وش من الدرجة راك فيها، ما هي شدتها، ما هي مدتها، هل هي تتكرر عليك، هل هي مخاوف عادية. لأنه الإنسان لما يعرف الشيء، إذا كما قلوا عرف السبب فيبطل العجب. إذا عرفنا السبب تاع الخوف تاعنا، وأنه هذه الحالة اللي راني نمر فيها، كانوا اليوم حصة تشخيصية، إذا كنت نعرف باللي راه عندي الخوف فأطمئن، والله هذا خوف عابر، لأنه هذه الحاجة هي بالضبط اللي راهي تقلقني. وهي ممكن هذا الخوف تبنى أعراض أخرى في الحياة، ممكن صراعات بين الزوج والزوجة، ممكن الأم دائما عصبية مع أولادها، ممكن الأولاد يديروا لنا أعراض في البيت ولا سلوكات معينة، أنماط سلوكية معينة، سببها كله شنو هو؟ هو خوف من أمر معين. داخلي، في داخل هذه النفسية. وهذا الخوف الداخلي ممكن ما يبانش، كاين الناس يصرحون ولا يظهر عليهم أو مثيرها والاستجابة، خاف من هذه الحاجة يبانت فيه، ولكن هناك مخاوف داخلنا لا تظهر حتى نحن لا نعرف أسبابها. هذه المخاوف يعني تشخيص الخوف يختلف من شخص لآخر، وحسب الشيء الذي نخاف منه فعلا، ثم تبنى أنماط سلوكية في حياتنا. وسببها لما نروح للنفساني، كثير من الحالات تيجوا تقول لك أنه سببها كنت نخاف هذا الشيء، ونخاف ما ننجحش في هذه، ونخاف نفشل، ونخاف ما نعرفش نربي أولادي إلى غير ذلك. لازم نفهم أولا، نعرف مخاوفنا، ثم نبحث عن أسبابها. وش هي الأسباب؟ هل هي خبرات الطفولة السابقة؟ هل هي التنشئة الوالدية؟ الطفل الذي تربى في بيئة عنف، في بيئة شجار، في بيئة مهددة، بيئة أسرية مهددة، شجار دائم، ممكن طلاق، ممكن يتم إلى غير ذلك، هذه كلها دائما تخلي هذا الطفل يعيش في، تبني خوف على خوف، خوف على خوف. هذه نقطة. التنشئة الوالدية كذلك، الأولياء ممكن بعضهم يربيوا أبنائهم بطريقة إرادية أو لا إرادية. نعم، طريقة هي أنه نخوفوا، حيجي لك الغول، يجي لك بولولو، صح، لو كان ندير كذا، يجي لك القط يعني الفلاني، فنخوف أبنائنا بأشياء معينة، بحيوانات معينة، من الظلام مثلا. نعم، من الظلام، طفل هذا ما يحبش يرقد، طفل هذا ما يحبش مثلا، لا أستطيع أن أردعه مثلا، مشاغب أو كثير الحركة أو كذا، فنبدأ نخوفه وإحنا كبرنا عليها. يعني الآن في زمن سابق كانت مخيفة شوية، كانوا يخوفون بأشياء، لكن الآن في الزمن الحاضر يستعملوا بعض الطرق. فهذه ممكن البعض يقول لك والله أنا خوفته، وش خوفته؟ ما يخافش. ولكنها في لشعوره وفي اللاوعي تاعه راهي تسجل. وهذا الطفل ممكن بعد سنوات تظهر عليه فوبيا من ذلك الحيوان، فوبيا من الظلام، أو استجابة معينة المنشأ التحوش هو تلك الرعب الذي كان يمارسه عليه الأولياء. تهديدات للأولياء، نروح ونخليكم
بعض الأمهات ما تقراش ما تديرش، أنا نروح ونخليكم، كلمات مباشرة وتهديد مباشر لهذا الطفل، سواء من أهله سواء من المعلم كذلك، لأنه التنشئة الوالدي تربية كما نقول التنشئة الوالدية وأيضا التنشئة الاجتماعية تلعب دور. نعم. هذا الطفل الذي يخاف ممكن زملاء، وكاين واحد زميل، احنا في المدارس نعرف أن ظاهرة التنمر هي في انتشار، وأن هناك دائما فتى أو فتاة أو مجموعة الشلة اللي دائما هي المتغطرسة وهي اللي راهي شادة كل في الابتداء في الروضة يعني في الابتدائي في المتوسط، فالطفل عنده مجموعة مخاوف الأم ما تفيقش، لذلك مهم جدا أنه مثلا نشوف بعض الأعراض عند أولادنا، تبول لا إرادي، الطفل هذا تقولنا مثلا المعلمة أنه في القسم راه ما شاء الله، ولكن في البيت تقولك لا أنا وليدي في البيت كثير الحركة، غير يجي من المدرسة يرمي المحفظة والصراخ وكذا، ممكن هذاك الأدب وهذاك الخوف اللي كان عنده في المدرسة من شيء معين، ممكن المعلمة قالت بطريقة يعني تهديد بسيط أنه راح ندير لكم كذا وكذا، الطفل يكون صورة وثم يبني توقع، هذاك التوقع يولي له معتقد وخلاص. نعم. ممكن يخاف زملائه في المدرسة، ممكن عنده صراعات لأنه أبنائنا عندهم مشاكلهم. البعض يقول لك مشاكلي تكفيني، ولكن مشاكل أبنائنا على صغر سنهم على قد ما هي صغيرة وتافهة تبدو لنا، لكن بالنسبة له راهي مشكل. صح. استهزاء سخرية وغيرها، طبعا هذه من ناحية. نعم. التربية الوالدية كيف أربي ابني وكيف أعامله، التنشئة الاجتماعية تلعب دورها، تلك السخريات التي يتعرض لها الأبناء إلى غير ذلك، كلها تؤدي أنه في بيئة غير آمنة، وتظهر مجموعة أعراض عند أبنائنا، مجموعة الأعراض التي قد تكون معروفة، أعراض الخوف اللي هي ارتفاع كما يقولوا نبضات القلب، تسارع نبضات القلب. نعم. سرعة التنفس، غيرها تعرق، تنميل، ارتعاش وغيرها، هذه المظاهر البيولوجية الظاهرة، لكن هناك مظاهر سلوكية. أولا نستقبل مكالمات المظاهر. شكرا دكتورة. أمينة من عند فلا، السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا بك أمينة. الله يسلمك. حبيت نشارك معكم. تفضلي. مرحبا بك. بالنسبة للخوف، أنا عندي الوسواس القهري. نعم. الوسواس القهري عندي الخوف في الدين، حكمني في الدين. نعم. ايه حابه نعرف اسكو ديك الافكار اللي يقعدوا يدوروا في النفس تاعي اسكو نتحاسبوا عليهم، ولا كنت راني مريضه يبقاو يدوروا هكا اسكو يروحوا مع الوقت كيفاه ندير باش نتغلب عليهم. امينه معليش نسالك سؤال، واش هي نوعيه أحلي. الافكار اللي تجيك امينه؟ افكار كفر، افكار كفر كثرت عليا بشغل. شحال سنك امينه؟ عندي 35 سنه. ما كتاب البيت، عاملة، متزوجة؟ لا قاعدة في الدار بصحة، عندي لي ديبلوم قارية في الجامعة الحمد لله، بالحراك شغل صرا لي مشكل نفسي في سن المراهقة، بعد شغل مرض بزاف، صرا لي خوف شديد بزاف، راني بدو راني بتخاتمه. هاي أكيد تتابعي عند طبيب؟ ايه عن طبيب نفسي، عن بسيكياتر. وكي راكي تشربي الأدوية ارتحتي قليلا؟ لا الحمد لله، بالحراك شو لنا نعود نتفكر التفكير، شو نحس بالذنب كي يجوا ذوك الافكار، ولا ديفوا يجوني في المنام، ديفوا نحس روحي شو شخصيتي موسوسه. سؤالي فقط عند في علاجك مع الطبيب الان، هل كي تروحي معاه فقط يمد لك ادويه، ولا راكي تحكي معاه، راكي تعبري له على هذه المعاناه ديالك؟ لا راني نحكي معاه ونكون مليحه وكاع، بصح خطرات كي نركز مع ذوك الافكار شغل الخوف يزيد. وما كاش نشاط اجتماعي راكي تقومي به مثلا؟ ممكن العمل امشي وظيفه مثلا تطوع؟ لا عمل نحوس اني نحوس، عندي دو ديبلوم تاع الجامعه ما شاء الله، وراني نحوس به نخدم، راني نستناك شما يكون جديد من القدام ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله امينه، نجيبك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا امينه. شكرا، بارك الله فيك اختي امينه على الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. نجاوبوها دكتوره؟ نعم أمينة، هي عطتنا تشخيصها، فقط تريد تطمين وتريد أنه هي لديها خوف من أنه هل أبقى هكذا. نعم. لأنه أمينة تم تشخيص مرض أو نقوله مرض نفسي عندها اللي هو الوسواس القهري، وراهي تتابع. قبل ما نوصلوا في الإجابة دكتورة في مكالمة حتى ما نخلوش أختنا مليكة من عند فلا تنتظر. السلام عليكم. ورحمة الله تعالى وبركاته. أريد الرقم الدكتورة النفسانية في صراحة رابي الرقم فقط. ما عندكش مداخلة مليكة؟ لا اريد الرقم. نعم ابقي مع زملائنا معنا، ابقي مع زملائنا مليكه. فيه مكالمه ثانيه
أم محمد من دية. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله. مرحبا بكم محمد. يسلمك. نعم. أختي حبيت نهضر مع طبيبة. هاي تستمع إليك، تفضلي. تفضلي أم محمد. أختي أنا شوية خادعة على الموضوع، عندي ولدي سن رابع ابتدائي. عنده فرط الحركة وتشتت الانتباه، كشغل يضغط بزاف. والنتائج تاعو في الاختبارات كارثة. قالوا لي ديه بسيكولوج وأنا ما. وشكون شخص لك فرط الحركة وتشتت الانتباه أم محمد؟ مانيش نسمح فيك. شكون اللي قال لك عنده فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ معلمة دائما تشتكي لي ومن في البيت. معناتها مازال ما درتيش تشخيص عند نفساني؟ ما درتش تشخيص وكي قلت لباباه ما باباه ما تقبلهاش. هسه حبيت تنصحيني كيفاه ندير له؟ كيشغل بزاف ما يسمعنيش، ما يشوفش ولا معايا وما يكلمنيش. رابعة ابتدائي. رتبته في الإخوة، هو الكبير، هو الصغير، المتوسط؟ الواس عنده خو كبر منه، ما هو وطني، وعنده أخته صغيرة عندها عام. أخته الصغيرة عندها عام. هي سؤالها واضح دكتورة. هي سؤالها واضح، فقط هناك بعض التفاصيل، ولكن بس نحاول أن نجيبها لحين أيضا، لأنه موضوع خاص الإفراط الحركي عند الأبناء. هل هو مرض، هل هو عرض، أم هناك أمر آخر؟ طبعا نجيب الأخت أمينة ثم نعود لأم محمد. الأخت أمينة تم تشخيصها أنه عندها خوف من هل هذه أعراض الوسواس القهري يستمر معي، هل تبقى هذه الأفكار القهرية تؤثر علي، تعيقني في حياتي. أنا نشجع أمينة أنها تواظب على علاج عند الطبيب، وهذا أمر مش عيب، العكس تماما، أنه هذا راه يساعدها، وأنه أظن أنه الطبيب راه يشرح لها أنه كاين هناك عمل الأعصاب تاعنا وسيلات عصبية ونواقل وغيرها، يعني كاين أشياء في الدماغ تاعنا لازم لها أدوية باش كي تكون هذه الأدوية تهدئ وإلى غير ذلك وتسير لها، تيسر لها أمورها. فالعلاج الدوائي ضروري في مثل هذه الحالة بالموازاة مع مرافقة نفسية. لذلك أنا تكلمت معها، هل الطبيب يتكلم معك؟ لأنه أغلب الأطباء ممكن يكتفي لكثرة المرضى وغير ذلك، وأيضا لتخصصه يكتفي فقط بالأدوية، لكن المريض في مثل هذه الحالة يحتاج العلاج الدوائي والعلاج النفسي بالموازاة. فجميل يعني لو تستطيع أن تذهب إلى مرافقة نفسية أو مختصة نفسانية تساعدها على الأقل باش يعني تخفف عنها وهي في طريق العلاج إن شاء الله وطريق الشفاء، وأنها تشغل نفسها خاصة ممكن بالنشاط التطوعي، النشاط الخيري، النشاط الجمعوي، لحين إن شاء الله تكون لها وظيفة، وأنه لا تركز دائما أنا مرض بالوسواس، أنا راني نشرب الدواء، هذوك الأفكار ولا غير راح يجوني. فلا تركزي على ما كنت عليه، ودائما بثي الإيجابية في نفسك، أنا بإذن الله سأتحسن. هذا الخوف لأنه خوف عادي، واحد مريض نخاف ما نبراش، نخاف نبقى هكذا. هنا تحتاج إلى دعم أسري أو سند اجتماعي، وأيضا إلى أنها تبحث دائما عن كل ما هو إيجابي، سواء كان في الناحية الدينية وأنه الله رحيم، وهذيك يا قالت لك راني خايفة أنه عندي إحساس بالذنب، هذا مرض وأنت لا تؤثمين عليه وأن راك في العلاج، ولكن طمئني نفسك وابحثي دائما في ديننا وفي كل عالم الإيجابية من كتب، من حصص إلى غير ذلك تساعدها، لأنه شتي هذاك حال تاع ذلك العطشان، راهي برات وراهي خضات مسار طويل تاع العلاج وراهي في طريق الشفاء، فتحتاج عناية. وأنا نقول لك أمينة أنت في مرحلة نقاها، أن تهتمي بنفسك وتبحثي عن كل ما هو إيجابي، وأن لا تتوقف عن دوائها خاصة. أم محمد، فرط الحركة أكيد هناك أغلب شكاوي الأولياء منه، هل هو فعلا هذا الاضطراب اللي راه يعاني منه وليدك، أو عنده أشياء أخرى اللي تخليه يدير مثل هذه التصرفات؟ فنحتاج معطيات أكثر حتى نلم بالموضوع، ونعيدها إن شاء الله أن نخصص موضوع خاص بالإفراط الحركي، هي فقط تهدأ هي وتبحث عن وش هي الأشياء اللي راه تخلي ابني يقوم بمثل هذه الأعراض، وتتعاون مع المعلمة، لأنه بالدرجة الأولى ومحاولة إقناع الولي إذا كانت نفساني بالمدرسة أو توجيه أو طبيبة ممكن في المستوصف توجهها، فلا حرج في ذلك وهو أحسن لها حتى يساعدها إن شاء الله. ونحن في إطار الحديث عن هذا الموضوع الخوف، عندنا ريبورتاج سنتابعه بعد قليل بحول الله تعالى، عن السكن أو سكن الزوجة مع أهل زوجها في البيت الجديد، ربما فيه نوع من الخوف كذلك خاصة للمقبلات وحتى الرجال المقبلين على الزواج، ما رأيك في الموضوع؟ فعلا هو خوف من المخاوف، لأن المخاوف كثيرة. تتعدد وتتنوع، وإحنا ذكرنا أعراضها وذكرنا الأعراض التي تظهر عضويا أو بيولوجيا، هناك أعراض تظهر
انهيار سلوكيا، لذلك مهم أن الواحد يعرف الخوف تاعه. فممكن لعله هذا الخوف قد ينعكس، ممكن هي راهي خايفه وهو راه خايف، ولكن هذه المخاوف تتراكم ثم اثناء يعني كما يقولوا اثناء في الواقع وانهم مع بعض وتحت ذلك السقف والعائله الكبيره اكيد قد تظهر انماط سلوكيه معينه. وش سببها؟ ممكن هو سببها ذلك الخوف الاولي الذي تم بناؤه. هي اكيد كل ما هو جديد ابتسام يستدعي الانسان انه يخاف، نعم، لانه شيء مجهول لا نعرفه. الخوف من المقبل مليح لانه دائما يخليني حذر ناخذ حسابي، نعم. ففقط انه لا يكون خوف فوق الزياده وانه تصورات اجابه على سؤالك، نعم، انه او برمجه سلبيه انه هذا الخوف راه كل واحد فيهم عنده خوف فكل واحد يسمع. لا لا لازم ربما يسمع من تجارب الاخرين، من تجارب الاخرين ويغذيها اما تغذيه ايجابيه واما تغذيه سلبيه. وحنا الناس كل واحد راح يحكي لنا كل اناء بما فيه ينظر، معناتها كل انسان راح يحكي من تجربته الشخصيه. فالانسان اللي ينصح لازم هنا يكون حيادي ويكون موضوعي، وانه كل ما هو جديد هذا الخوف هو عادي، فقط ما يزيدش شويه عن الحده تاعه. واكيد الزوج او الزوجه يتفقان، واكيد بالحوار والتواصل والتفاهم، وان تجديد النيه خاصه هي بناء حياه جديده، وانه هذا اهله هما اهلي، كل هذا من شانه ان يخفف من وطاه هذه المخاوف. فقط التغذيه السلبيه لا في هذه المرحله خاصه. ان شاء الله يا رب العالمين. احنا نشكرك جزيل الشكر دكتوره على كل هذه النصائح القيمه. نلتقي ان شاء الله الاسبوع المقبل وموضوع جديد في رحاب العياده النفسيه. اذا ندعوكم مشاهدينا لمتابعه الروبورتاج من اعداد رزق سلامين سلاماني حول سكن الزوجه مع اهل زوجها في البيت الممتد، فمتابعه طيبه. الزواج من أعظم العلاقات التي أكد عليها الإسلام ورغب فيها وجعلها سنة المرسلين، وقد اعتنى الإسلام بتفصيل أحكامها وأدابها وحقوق الزوجين بما يحفظ لهذه العلاقة الاستمرار والاستقرار وتكوين الأسرة الناجحة. وقد تفرض في بعض الأحيان ظروف الحياة الصعبة واعتبارات أخرى على الزوجين أن يعيشا في بيت العائلة الكبيرة. ومن المعروف أن السكن عند أهل الزوج يحمل العديد من الحسنات والسيئات معا، ويحتاج إلى الكثير من الصبر والوعي والتفاهم من جميع الأطراف. فهل يفضل الشاب الجزائري اليوم السكن في بيت العائلة أو بمفرده؟ جو بريفير أني نعيش مع لي بارون تاوعي ومع المدام، بصح ماشي عائلة كبيرة كبيرة كبيرة، لي بارون تاوعي على العين والراس والباقي لا لا. نفضل اني نسكن مع في البيت العائلي لانه عايش انا والوالده تاعي وبابا بابليس، نعيش انا وما بابا وهي والمدام نعيشوا في البيت العائلي. قضيه علاش؟ لانه ما نقدرش نخلي ما بابا وحدهم، هذه مستحيلات. باه نروح نسكن وحدي انا وهما كبار يسكنوا وحدهم، هذه ما جا اكسبت با. الوضع اللي راني فيه لازم نسكن مع الاب والام، باسكو كيما نقولوا احنا في بوسعادنا عندنا الحره في السره، السره في الحره. معناها عندنا هذه حاجة الوحيدة، أنا باسكو أنايا دوتوليكا أنا ولدي يبقاو عندي أنا نقوم بهم أنا، أما إذا كانت المتطلبات كاينة ووالدي رافدينهم جو بريفير نورمال عادي تسكن معايا زوجة ونورمال، وهذا ثاني يكون يتوافق ثاني مع الأب والأم وهما ثاني راهم يشوفوا الحاجة الخيرة والمليحة لبنا. كل واحد وظروفه وكل واحد ومعيشته. اذا كانت ما تسكنش مع في المدينه تاع اللي ساكنين فيها والديك والظروف تاع العمل تتحتم عليك انك تكون على برا، ماذا بيك تدي زوجتك وتستقر. اما اذا كان في 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 المدينه تاعك والله في ولايتك تسكن مع داركم احسن، يشبعوا منك والديك ويشبعوا من وليداتك ويزهو بك ويزهو بوليداتك. ما كاش ما تبغيش تسكن مع راجلها، بصح لازم الفترة الأولى تعيشي مع دارهم تعرفي العقلية تاعهم كيفاش دايرة وكاع. إذا كانوا متفاهمين احنا ماذا بينا نكونوا عايشين معاهم ما نفرقش بينه وبين والديه، وإذا ماشي متفاهمين ما نحبش تاني نضيع بينه وبين والديه، أنا نسكن وحدي وتبقى هذيك العلاقة اللي بيناتنا تكون مليحة. الزواج في بيت العائلة أو الأسرة الممتدة له إيجابياته المتعددة،
من بينها توافر الشبكة الاجتماعية الداعمة للأسرة الجديدة واحترام الزوج لزوجته وعدم هضم حقوقها. كما يمكن أن يكون الزواج في بيت العائلة مقدمة للعديد من المشاكل والتي تنتج في العادة عن غياب الحدود الواضحة للخصوصية بين الزوجين، بينما العيش في سكن مستقل يقلل من الخلافات الزوجية ويضمن استقرار الأسرة بعيداً عن تدخلات الأهل. قديما كانت حتى خصوصية الأسرة يعني متمركزة ربما في الأب الكبير اللي يشرف على الأسرة ويشرف على تدابيرها ويوجه حتى يعني توجيهات إلى غير ذلك. على العكس يعني حاليا أنا نعتقد باللي هذا ربما يزيد يحمل المسؤولية أكثر للزواج الجديد وللمتزوجين قدر ما نعتقد بأنه هو حرية. ثانيا أنا أعتقد بأنه راكم تعرفوا يعني حاليا يعني ما نراه في المجتمع من بيئة نوعا ما ضاغطة إلى غير ذلك، الأسر كانت أسر كبيرة وبها أفراد يعني عديدين إلى غير ذلك، هذا كله ربما ساهم في أنه حتى العشرة أصبحت صعب أنك يعني تعيش في مكان تشاركي كبير جدا. ولكن هذا ما يعنيش بأنه أنت في حالة ما إذا كان استقليت ببيت ولا يعني لا تتحمل مسؤولية البيت الكبير اللي هو بيت الأسرة الأولى. فلا نزال لحد الساعة كل المناسبات بما فيها الأفراح نشرك فيها أسرنا ونشاورهم ونسعى إلى رضاهم، وفي ذلك وجدنا ربما رضا الأولياء، وجدنا أحيانا كذلك رضا الأسرة الصغيرة بما فيها الزوج والأولاد إلى غير ذلك. ثانيا ما ننساش بأنه حتى أنماط العيش حاليا أصبحت تختلف عن ما كنا عليه في الماضي. فحاليا أنا أعتقد بأن الأسر إذا كان أصبح الزوج والزوجين مثلا يعملان إلى غير ذلك، هذا كله نوعا ما حملهم مسؤولية أنه حتى قضاء بعض الحاجات الأسرية نوعا ما أصبح يختص بهم هم في حد ذاتهم على غرار الأسرة الكبيرة اللي كانت فعلا المرأة لها أتعاب ولها إرهاقات في الأسرة الكبيرة إلى غير ذلك. وبالتالي فحتى هذا السعي إلى بيت هكذا أنا نعتقد بأنه زاد سهل المهمة. الحياة الزوجية تمر بالكثير من المد والجزر، فهي لا تخلو من لحظات الاختلاف، على الرغم من أن الأصل في الحياة الزوجية أن تكون مبنية على الحب والتفاهم والاحترام، ولذلك يجب عليهم الالتزام بالعديد من الأمور التي تساعدهم على تخطي جميع العقبات. الشكر الجزيل للزميلة رزيقة سلماني، كما نتمنى لكل الأزواج ولكل المقبلين على الزواج كل التوفيق إن شاء الله، وأن يبارك الله لهم ويجمع بينهم في الخير والبركة يا رب العالمين. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نحييكم ونواصل معكم فقرة برنامج ضحى القناة، محطتنا الموالية، محطتنا التاريخية لهذا الأسبوع. تستوقفنا عند أحداث الحادث 11 من شهر ديسمبر 1960 التي تعد محطة هامة في تاريخ نضال الشعب الجزائري ضد الاستدمار الفرنسي. نلقاكم ويلقاكم أستاذنا الفاضل محمد حمزاوي ضمن ركن من ذاكرة التاريخ بعد هذا الفاصل القصير. نحييكم من جديد مشاهدينا الأكارم، دعونا نرحب باسمكم جميعا بأستاذنا الفاضل الذي نتشرف به كثيرا، أستاذ مراد حمزاوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ في التاريخ. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر لأختي الكريم على هذه الدعوة، والشكر موصول إلى القائمين على قناة القرآن الكريم. شكرا جزيلا، الشكر لكم أستاذنا الفاضل. إذن مثل ما سلفت الذكر، حديثنا اليوم سيكون حول مظاهرة 11 من ديسمبر 1960. سنحيي غدا بحول الله تعالى الذكرى 59 لهذه المظاهرات التي تعد منعرجا حاسما في تاريخ نضال الشعب الجزائري ضد الاستدمار الفرنسي، حيث خرج الجزائريون في مظاهرات سلمية عارمة منددة ورافضة لسياسة فرنسا ولمخططات الجنرال الفرنسي شارل ديغول الذي كان يرمي الرمية إلى يعني القضاء على الثورة التحريرية المجيدة. أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، وشكراً أختي الكريمة، وعطفاً على ما قلتي، يعني نحن والشعب الجزائري على موعد آخر في يوم من أيام الله عز وجل التي حب بها هذه الأمة وهذا الشعب العظيم بتاريخه وبنضالاته.
فنحن غدا نعيش ذكرى 59 لمظاهرة الشعب الجزائري الذي انتفض في يوم في مثل هذا اليوم من سنة 1960 ضد كما قلت ضد السياسة الاستعمارية الفرنسية التي كان يقودها المستعمر الفرنسي بما فيه جنراله دوغول. دعيني أختي الكريمة والمشاهد الكريم، يجب أن نفهم بأن هذه الثورة الشعبية التي جاءت في 1960 كانت هي امتدادا لنضال الشعب الجزائري منذ مطلع أو منذ أن دنس التراب الجزائري من طرف الاستعمار الفرنسي. فأدبيات الشعب الجزائري كانت موجودة في الحركة الوطنية وفي الثورة التحريرية. فمصطلح الشعب وجدنا في بيان ما يسمى بيان الشعب الذي سلمه فرحات عباس إلى الحفل الأطلسي في سنة 1943. كذلك نجد في بيان أول نوفمبر، نجد في وثيقة مؤتمر الصمام. هذه الأدبيات الشعبية أو هذه القوة الشعبية ارتكزت عليها الثورة التحريرية المباركة التي انطلقت في سنة 1954. فيجب أن نعلم، أو كما يجب مشاهدينا الكرام يعرفوا بأن الثورة التحريرية ارتكزت على ثلاث ركائز أساسية، وهي القوة السياسية الممثلة أنذاك في جبهة التحرير، والقوة الضاربة وهي جيش التحرير، والقوة الضاغطة وهي الجماهير الشعبية. كيف استطاع جبهة وجيش التحرير أن تجعل من هذه القوة الشعبية قوة ضاغطة فعلا في تأييد المواقف وفي تحقيق الانتصارات؟ هنا نجدها في خلال الثورة التحريرية أنها قامت بعدة إضرابات ومظاهرات، منها إضراب الطلبة، ومنها إضراب التجار والحرفيين في جون في 57، ونجد كذلك مظاهرات كثيرة وعديدة، منها مظاهرات لصرات في جويي وفي نوفمبر 1961 ضد التقسيم وضد من أجل الوحدة الوطنية وضد فصل الصحراء فيفري 62، ونجد كذلك مظاهرات 17 أكتوبر في فرنسا. كل هذه المظاهرات كان لها هدف واحد وأوحد، وهو المطالبة بالاستقلال الجزائري لنصل في آخر المطاف أو في خضم الكفاح الجزائري إلى ما يسمى أو الذي ذكر 11 ديسمبر 1960. هذه المظاهرات التي تعتبر منعرجا حاسما وفاصلا بين ما كان يطمح إليه الشعب الجزائري وبين ما كانت تتمناها الإدارة الاستعمارية الفرنسية. هل كانت فيه يعني أي مؤشرات أو بوادر أولية لاندلاع هذه المظاهرات، يعني المطالبة باستقلال الجزائر؟ أكيد أختي الكريمة، نحن كما قلنا أنت أسلفت ذكر أن هذه السياسة، هذه المظاهرات جاءت رد فعل على سياسة دوغول. هذا دوغول الذي احتلل العرش الفرنسي من أجل إنقاذ فرنسا من الانهيار الكلي في سنة 1958. بعد الانقلاب في 13 مايو 1958 في فرنسا، جاء دوغول بمفهوم آخر للاستعمار والهيمنة. فهو كان يؤمن بما يسمى بالشراكة ولا يؤمن بشيء اسمه الاستقلال. لذلك هو يقول في مذكراته بعد الاستقلال، يقول الأشياء هذه: أنا لما جيت السلطة كنت آمن بشيء اسمه الشراكة في شمال إفريقيا على شكل الحكم الذاتي. فدوغول لما جاء وأراد أن يطبق هذه المبادئ، أول ما أعلن عليها أنها يوم 5 سبتمبر 1960 في الإذاعة الفرنسية، أنه جاء من أجل تقرير المصير للجزائر وإعلان خطته باسم الجزائر الجزائرية. وهذا ما لقى يعني ردود أفعال من حتى يعني المعمرين الفرنسيين. ما معنى الجزائر الجزائرية حتى المستمع والمشاهد الكريم يفهم؟ هو الجزائر الجزائرية مش معناها جزائر الجزائريين، وهي جزائر تجمع كل الأوروبيين والمعمرين الذين كانوا في الجزائر مع الجزائريين، يعني نفس الحقوق ونفس الواجبات ويصبح خليط. هذا الشعار الذي جاء به دوغول. كذلك كما قلت أختي الكريمة، كانت ما يسمى بالجبهة الفرنسية. هذه الجبهة الفرنسية التي هي عبارة عن غلاة المستعمرين الفرنسيين الذين كانوا يروا في خطة دوغول هذه هي أن امتيازاتهم الاقتصادية والتجارية التي تحصلوا عليها سوف تذهب. فنظموا له مظاهرة أخرى في يوم 9 ديسمبر و10 ديسمبر بالغرب الجزائري منطقة تيموشنت، ورفعوا شعار جزائر فرنسية. هذه ما أسميها أنا بالشعار أو الصراع الأضداد. يعني شعار دوغول جزائر جزائرية، شعار المعمرين الفرنسيين وغلاتهم الجزائر الفرنسية، وشعار الذي خرج به الشعب الجزائري وهو الجزائر عربية مسلمة، الجزائر مستقلة، تحيا الجزائر حرة مستقلة. كما قلت أختي الكريمة، دوغول لما أعلن على مبادرته في
5 سبتمبر 1960 وأعلن على زيارته للجزائر يوم 16 نوفمبر 1960 أنه سوف يذهب إلى الجزائر ويعلن على خطته. فكما قلنا وجد هذه المضادات الثلاثة والتي تفاجأ بها من أجل رفض سياسته الاستثمارية الإدماجية التي تجعل الدولة الجزائرية أو الشعب الجزائري محتواة في الدولة الفرنسية. قامت مظاهرات مناهضة لفكرته بمنطقة موشنت، ثم انتقلت هذه المظاهرات إلى الجزائر العاصمة. فمثلا يوم 11 ديسمبر 1960 خرج الشعب الجزائري أطفالا ونساء شيوخا وصغارا بشعارات موحدة، كما قلنا الجزائر مسلمة، الجزائر عربية، الجزائر مستقلة، تحيا الحكومة المؤقتة آنذاك التي كان يرأسها فرحات عباس. وخرجوا من كل مدن وأحياء العاصمة، من بلكور، من قبة، من صالومبي، من الحراش، من بلوزداد، من بلكور، كلها خرجت هذه الجموع الشعبية كما قلت بمختلف أعمارهم وتوجهاتهم، ولكن لم يكن يحملون السلاح إلا الراية الوطنية بألوانها الأخضر والأبيض والأحمر، لأن هناك بعض المؤرخين يقولون حتى القماش هذه الألوان اختفت في قبل تلك الفترة، اختفت لأن فيه هذا ما يدل على أن هناك تنظيم مسبق لهذه المظاهرات، لأن القماش الأبيض والأخضر والأحمر هي رموز الراية الوطنية قد اختفت وأخذها مناضلون الجزائريين لأمهاتنا وأخواتنا من أجل الخياطة. حتى المتظاهرين الذين خرجوا في الشارع في ذلك اليوم ولم يجدوا راية وطنية حملوا قطعة قماش بيضاء أو خضراء أو حمراء من أجل التعبير على الموقف الجزائري، وهو الجزائر مستقلة واحدة موحدة. دعيني فقط أقول هنا المظاهرة التي امتلأت بها الشوارع العاصمة في يوم 11 ديسمبر كانت كذلك قد انتقلت وامتدت إلى الشرق الجزائري، إلى غاية بجاية، قسنطينة، البليدة، تيبازا، شرشار، عين تيموشنت، تلمسان، كله يعني من شرقها إلى غربها الجزائر انتفضت وشعبها انتفض وقال كفى للسياسة الاستثمارية الفرنسية ويجب الآن أن نذهب إلى استقلال شامل وكامل للجزائر. دعيني هنا أتذكر ما قلت أحد المجاهدين وأحد رموز الثورة التحريرية لما يقول على ويصف هذه المظاهرات، يقول نحن كنا كالذي كان في قاع بئر، ومظاهرة 11 ديسمبر كانت هي عبارة عن الحبل الذي ألقي لهؤلاء من أجل الاستنجاد، لأن الثورة في تلك الفترة كانت تمر بمرحلة صعبة جدا، مرحلة صعبة بقلة المؤونة، قلة الأسلحة، مخططات دوغول العسكرية التي أتى بها ما يسمى بخط شارل وموريس أثرت تأثير قوي على الثورة التحريرية لا سيما في جانب التسليح. فالثورة كانت تعاني معاناة كبيرة، فجاء النصر وجاءت القوة والمستمدة من طرف الشعب الجزائري بهذه المظاهرات. ومن إيجابيات يعني هذه المظاهرات أنها كشفت يعني للرأي العام العالمي، كشفت مخططات فرنسا الاستثمارية التي قابلت يعني هذه المظاهرات بالرشاشات والمدافع وأطلقت الرصاص على المتظاهرين، وبطبيعة الحال ذلك لم يجدي نفعا أمام الإرادة القوية للشعب الجزائري باستقلال الجزائر. دعيني هنا فقط أختي الكريمة أنا أقول بأن هذه النتائج مظاهرات كثيرة، من نتكلمش على أكثر من 300 شهيد و800 جريح ومئات من المعتقلين. هناك صور مؤثرة جدا، لما تقراي وتسمعي شهادات للطفلة صالحة عواتقي في عمرها 12 سنة وهي خارجة تحمل الرأي الجزائرية وتتلقى رصاصات في صدرها من أصحاب القبعات الحمراء بالرشاشة الأوتوماتيكية في عمرها 12 سنة، لا ذنبها الوحيد أنها رفعت الراية الجزائرية وطالبت بالاستقلال. كذلك الطفلة حميدة، هذه الطفلة حميدة اللي في عمرها 19 سنة، الطفل فريد في عمره 10 سنوات، يعني لأن أطفال الجزائر في ذلك اليوم كانوا رجال بأتم المعنى. وإذا كنا اليوم نتكلم على أطفال حجارة في فلسطين، فأبناء الجزائر في فترة كانوا كذلك أطفال حجارة، لأنهم قابلوا الدبابات والأسلحة الأوتوماتيكية والرشاشات والقنابل التي أخرجها المستعمر الفرنسي في شوارع العاصمة من أجل إبادة هؤلاء العزل، قابلوها بالحجارة وبالراية الوطنية
وبالشعارات الاستقلال لا أكثر ولا أقل. كما قلت هذه المظاهرات كشفت للرأي العام الدولي وللصحافة العالمية الكبرى، لأنها كانت ترافق دوغول في زيارته إلى الجزائر، واللي هو يجابهم باش ينقلوا الصورة ويروجوا له المصطلح تاعه. نعم. ولكنهم تفاجأ هو برد الفعل الجزائريين، وتفاجأت الصحافة الدولية اللي جات ونقلت صورة أخرى مغايرة لما كان تروج له الإدارة الفرنسية من أن الشعب الجزائري سوف يقبل بهذه المساومة أو بهذه الإغراءات التي هي غير بعيدة وغير على سياسة دوغول. يعني سياسة دوغول أول ما جاء ثلاث سياسات تقريبا. نعم. سياسة الإغراء وسياسة مشروع قسنطينة وسياسة خلق القوة الثالثة للتفريق بين الجزائريين وسياسة العسكرية اللي معروفة بالمخططات الاستعمارية التي قادها دوغول. نعم. كما قلت للصحافة الدولية العالمية نقلت هذه البشاعة إلى الرأي العام الدولي وإلى المجتمعه، ويتضح ذلك في أن هيئة الأمم المتحدة التي كانت تجتمع في هذه الفترة في جلستها 15 يوم 20 ديسمبر أقرت بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره والاستفتاء على الاستقلال. كذلك أضيف شيء هنا مهم جدا، أن العالم العربي والإسلامي والأوروبي وحتى الأمريكي بمؤسساته الرسمية التي كانت معتمدة في تونس قد استنكرت هذا الشيء، وهذا ما يفسر ذهاب هذه القادة وهذه الزعماء وهذه الجمعيات إلى مقر الحكومة المؤقتة الجزائرية في تونس، وقدمت لهم التعازي، واستنكروا هذه العملية الاستثمارية الفرنسية تجاه شعب أعزل سلاحه الرأي الوطنية وكلامه الاستقلال والاستقلال فقط. فليحيا الشعب الجزائري والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار إن شاء الله. احنا نشكرك جزيل الشكر أستاذنا الفاضل على كل ما تفضلت به، ونحن نقول دائما نسأل المولى عز وجل أن يجعلنا دائما خير خلف لخير سلف، أن نحافظ على هذا الوطن على أمانة الشهداء. هل من تعليق في الختام أستاذنا؟ في الختام أختي الكريمة يدعيني أن أحكي لك قصة صغيرة على حب الوطن. نعم. وهو ذلك الرجل الروسي الفلاح الروسي الذي نحن نعلم أن نابليون لما احتل أوروبا وأراد التوسع نحو روسيا، وكان يمر في مدن أوروبا وفي أزقاتها وأريافها كان يخرج إليه الأوروبيين نساء ورجالا يلقون نظرة فيها على هذا الرجل. نعم. وعند متاخمته للحدود الروسية وبينما هو يهمه إلى الدخول، فإذ به ومع موكبه الفخم، فإذ به يرى فلاحا يعمل في أرضه ولا يلقي له بال، فأوقف نابليون هذا الموكب وقال لهم ائتوني بهذا الرجل. فجيء به وقال له: أما عرفتني أيها الفلاح؟ إنك لا تلقي لا بال. فقال له الفلاح: لا يهمني أمرك. فقال نابليون: أنا الرجل الذي أتيت لأحتل أرضك. فقال له ذلك الفلاح البسيط: أنت حقير. فثارت ثائرة نابليون وقال لزبانيته وجنوده: اكتبوا اسمي على جسده. فأخذوا سيخا من الحديد وكتبوا نابليون على ذراع ذلك الفلاح البسيط الروسي. فما كان من الفلاح الروسي إلا أن قام بقطع يده ورماها أرضا وقال لنابليون: خذ اسمك معك فأنت حقير فلا مكان له في بلدي. هنا قال نابليون كلمته المشهورة: من هنا تبدأ الهزيمة. وفعلا انهزم نابليون على أراضي روسيا. هنا نستشف أن الشعب الذي يحب وطنه ومتمسك بها لا تثنيه ثانية ولا تعرقله أي شيء أمام وحدته وترابه والتمسك به مهما كانت هذه القوى. فالشعب الجزائري منذ 1830 إلى 1962 ما خرج في حتى مسيرة يطالب بالخبز أو يطالب بالسكن أو يطالب بالتعليم رغم حالته الميؤوس منه. كما يقول أحد الفرنسيين: لقد سيرت الإدارة الفرنسية الشعب الجزائري فأصبح كرمت تدروه الرياح. فكانت نوفمبر وكان الشعب الجزائري قد أحيا هذا الشعب الذي كاد أن يصير رماما. ثم ظهرة الشعب الجزائري كانت كلها من أجل هدف سامي. نعم. وهي الجزائر الجزائر الجزائر.
وشكرا. نسأل المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن، اللهم إنه أو إنه وطن ارتوت تربته بدماء الشهداء، نسأل الله تعالى أن يحفظه، نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب الجزائريين، اللهم احفظ هذا الوطن، اللهم احفظ الجزائر واجعله بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الشكر الجزيل لكم أستاذنا الفاضل، بارك الله فيكم، والملتقى سيكون الأسبوع المقبل بحول الله تعالى. إذن نواصل معكم مشاهدينا الكرام، نتوقف الآن مع روبورتاج حول ضرورة استعمال اللغة العربية في حياتنا العلمية واليومية، فمتابعة طيبة لكم جميعا. لا جدال في أهمية اللغة العربية وجزالة ألفاظها وبلاغة معانيها الجلية، وتأتي أهميتها من أنها أهم عوامل البناء في مختلف الحضارات والثقافات، وهي السبب الرئيسي في قيام الدول وإنشاء المجتمعات المختلفة، لأن التواصل الذي يتم عن طريق اللغة هو اللبنة الأساسية في عملية البناء هذه. وقوة بلاغة اللغة تعبر بشكل كبير عن تماسك المجتمع الناطق بها واهتمامه بها وبقواعدها وعلومها وأدابها وضوابطها، وهذا يعد أجمل أشكال الرقي في التفكير والسلوك لدى المجتمعات المحافظة على لغتها. حظيت اللغة العربية بما لم تحظ به أي لغة من الاهتمام والعناية، وهذا أمر الله نافذ فيها، لأنها لغة القرآن الكريم، وهذا بدوره أعظم شرف وأكبر أهمية للغة العربية، لأن الله جل جلاله اختارها من بين لغات الأرض ليكون بها كلامه الخالد الذي أعجز به خلقه أجمعين. ولا يكون هذا الإعجاز إلا لكون هذه اللغة تحتمل ثقل الكلام الإلهي وقوة الخطاب الرباني، وقد حفظت بحفظه. كلمة كاميرا عرفت عند العامة بكلمة أجنبية، إنما في الأصل لمن يبحث في أصول الكلمة فهي قد اشتقت من كلمة قمرة التي تعني المكان المظلم المغلق، وهي ترجمة للغرفة المظلمة التي استخدمها ابن الهيثم في تجاربه البصرية قبل اختراعه للكاميرا. هو مثال بسيط يعكس ارتباط اللغة بالتقدم العلمي والتطور التكنولوجي، وأن اللغة تطغى في الوجود بفضل ارتباطها باليقين، وكتاب الله دستور العقل والروح، يقين العربي المسلم.
بها المميز. يمكن زيادة نشاطها في النمو بإضافة سماد سائل ممزوج بمياه الري، وذلك لتحفيزها على العطاء بصورة أفضل. ويعود موطن نبات البولكا إلى جنوب إفريقيا وجنوب شرق آسيا. أوراق البولكا رقيقة الملمس، بيضاوية الشكل، عند الاقتراب منها تظن للوهلة الأولى أن تلفاً ما قد أصاب أوراقها، وسرعان ما تكتشف أنه نقش قد رسمته الطبيعة على أوراق نبتة البولكا. تتكاثر البولكا بالبذور وتستغرق مدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أسابيع كي تصل إلى مراحل النضج. تفضل البولكا النمو في الهواء الطلق على الأماكن المغلقة، كما أنها تستطيع احتمال بعض العطش. من أكثر الآفات التي تواجه النبتة هي حشرة الذباب الأبيض وحشرة المن، وهاتان الحشرتان قد تتواجدان بكثرة حول البولكا، لذا يجب الحرص والانتباه إلى أوراقها جيدا كونها نبتة صغيرة الحجم، ولا يمكننا رؤية بيوض الحشرات بوضوح عليها. ومن الأخطار التي قد تصيبها تعفن جذورها، وسبب ذلك هو بقاء الماء راكدا حول جذورها، وعلاج هذا هو إيجاد تربة مسامية جيدة الصرف للماء. يفضل تجديد التربة كل عام، وخاصة في فصلي الربيع والصيف. يمكننا مزج التربة ببعض الرمال بالإضافة إلى المواد العضوية مع تقليل كمية السماد السائل، لأن التربة الغنية بشكلها الطبيعي أفضل من المواد المركبة كيميائيا، وخاصة مع نبتة البولكا. بالإضافة إلى الرطوبة العالية، فهي تفضل درجات الحرارة المعتدلة والتي تتراوح بين 16 درجة إلى 26 درجة مئوية، ولا بأس أنها تحتاج إلى رعاية خاصة، إلا أن رونقها في الحديقة يجعلنا نحتمل هذا. نباتات زينة مهداة لكل مشاهدينا الأكارم. تابعتم قبلها روبورتاجا حول ضرورة استخدام واستعمال اللغة العربية في حياتنا اليومية من إعداد الزميلة إيمان أكسين، نشكرها جزيل الشكر. شكر موصول كذلك لكل زملائنا على ما يبذلونه من مجهودات في سبيل إرضاء مشاهدينا الأكارم. نشكركم كذلك مشاهدينا على وفائكم لبرامج خامسة تلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم، برامج نسعى من خلالها لخدمتكم خدمة تنفعكم بحول الله تعالى في الدنيا والآخرة. محطتنا الموالية لنرقى معا مع أستاذنا الفاضل عبد الرشيد بوبكري وحديث عن الإيجابية في حياة أبنائنا، نلقاكم بعد هذا الفاصل القصير. إذن
نحييكم مشاهدينا على كارم. دعونا نرحب باسمكم جميعا باستاذنا الفاضل عبد الرشيد بوبكير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بالاخت ابتسام وبكل مشاهدي الكرام في هذه الصبيحه المباركه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. نواصل دائما حديثنا عن الايجابيه، عن بالفعل. كل ما هو بالفعل. ايجابيه في حياتنا، في اسرتنا، اليوم عن الايجابيه في حياه ابنائنا. يعني سنحاول الاجابه على مجموعه من التساؤلات فيما يتعلق بهذا الموضوع، اهميه الايجابيه في حياه الابناء، يعني كيف تكون الإيجابية وكيف نغرسها. أمر مهم جدا أن نغرس هذه القيمة وهذه الميزة لدى الطفل منذ الصغر حتى يشب عليها أبنائنا إن شاء الله. بالفعل، وأنا أتكلم عن الإيجابية في حياة الإنسان عموما. فالإنسان يحتاج دائما أن ينظر الأمور بالإيجابية، بقدر ما تكون لدى الإنسان القدرة على الإيجابية في الحياة بقدر ما يكون متوازن أكثر. فالتوازن في الحياة والاستقرار النفسي والاستقرار الذاتي والاستقرار في الحياة إنما يأتي عن طريق هذه الإيجابية. فالإنسان الذي ينظر الأمور على أنها أمور سلبية أو ينظر دائما للحياة على أنها دائما مشقة وتعب وعلى أن هذه الحياة دائما ذات مشاكل وذات صعوبات، هنا سيجد نفسه غير مرتاح في هذه الحياة. ومن هنا فنحن نحتاج إذن إلى غرس هذه النظرة، النظرة الإيجابية للحياة، النظرة الإيجابية لكل ما يدور حولنا من أجل أن يكون أبناؤنا إيجابيين. لأننا في كثير من الأحيان نحن من يغرس الكثير من السلبية في أبنائنا. ومن هنا فنحن نحتاج إلى كأولياء أن نغرس هذه الإيجابية. نحتاج هذه عندما يكون الأبناء إيجابيين فسربما كما نقول بالعامية ينقص علينا الكثير من المتاعب التي يمكن أننا نعانيها معهم. الكثير من معاناتنا الآن في التربية والكثير من معاناتنا الآن في التعامل مع الأطفال مرده إلى عدم وجود هذه الإيجابية في حياة الأطفال. الإيجابية لابد أن يعرف أولياء ومن يشاهدنا في هذه الصبيحة المباركة هو أنها شيء يدرب عليه. نحن نحتاج إلى تدريب أبنائنا على هذا الأمر. نحن نحتاج إلى أن ندرب أبنائنا يوميا على كيفية نظر الأمور الإيجابية. لو يأتيني ولدي مثلا ويقول أن الأستاذ اليوم لم تشرح الدرس جيدا، ولا بل النظرة الإيجابية في هذا الأمر هو أن يقول التلميذ أنا لم أنتبه اليوم إلى درس أستاذة وهي تشرح، وبذلك أنا لم أفهم الدرس. النظرة الإيجابية أنه حينما يقول أنتم ما تلم تشروا ليش وأنتم ما تحطوا ليش، فالنظرة الإيجابية لهذا الأمر أن يقول أن طلبات ربما كثيرة على والدي وعلى أمي وبالتالي أنا أطلب كثير فهم لا يشترون. من أجل عندما ندرب أبنائنا على هذا الأمر، ولذلك الكثير من الصراع اليومي الآن في تربيتنا مع الأبناء عدم وجود هذه النظرة الإيجابية عن الأطفال. نحن الأطفال عادة هم أنانيون يريدون كل شيء لهم، وبالتالي هم يمتازون بالغيرة، يمتازون بالسلوكات الأنانية، يمتازون بحب الملكية في سنة كان سنوات كثير من الأحيان. يعني نحتار في كيفية التعامل يعني مع الأنانية. نعم. وبالتالي نحن نحتاج إذن أول ما نتكلم على إيجابية، قبل أن نتكلم على إيجابية الأبناء لابد أن نتكلم على إيجابية الأولياء. كيف ينظر هؤلاء الأولياء إلى هؤلاء الأطفال في وجود حياتهم؟ كثير من الأمهات أنا تعبت، أنا عييت، أنا دراري تعامل مع أخطاء الطفل. نعم، لأنك التذمر من التربية يرسل رسائل سلبية لهؤلاء الأطفال التي ربما من خلالها يصبحون يتعاملون بها. عندما يشعر الطفل أنه غير حتى ما يكون نردد عنه صباحا مساء نحن نحبك، لكن من خلال تصرفاتنا وسلوكاتنا لا يرى هذا الشعور أو لا يشعر بأن والديه يحبونه بالفعل، حتى وإن كان كل الأولياء يحبون أبنائهم. فيصبح إذن سلوكهم سلوك سلبي، يصبح سلوك دفاعي، يصبح سلوك من أجل البحث عن 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 التقرب من أبيه. حينما يبقى صراعنا مع أبنائنا في المراجعة في المذاكرة في تعديل السلوكات في كثير من المجالات صراعنا صراع سلبي، وبالتالي الكثير من الأشياء التي نقولها ونفعلها توحي بالسلبية في حياة هؤلاء الأبناء، وبالتالي ما تبعثه سيعود إليك. نعم، جميل جدا أستاذنا الفاضل. معنا أول مكالمة هاتفية. سعاد من العاصمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك أختي ابتسام؟ الحمد لله. أنت سعاد شراكي؟ صحك أنت تنك مليحة؟ الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله. تحياتي لك ولأستاذنا عبد الرشيد بوبكري. شكرا. مرحبا وسهلا. شكرا بزاف على كل ما راهو يقوم فيها من مجهودات خاصة في هذا الموضوع. شكرا. يعني إن شاء الله تكون في ميزان حسناته. إن شاء الله يا رب. أستاذنا راهو يهضر على الإيجابية منذ الصغر. نعم. وأنا سؤالي كالتالي، يعني إنسان يكون فات 30 سنة ولا 35 سنة وتربى طول حياته، الله غالب عليه، تربى طول حياته في السلبي من طرف الأولياء.
ما تعرفش ما تديرش ما تقولش انت صغير انت فهمتيني نعم غير سلبي. هل يستطيع وهو في هذا السن ان يغير نفسه يعني بنفسه على بيت يكون مجهود كبير يكون بنفسه من السلبي الى الايجابي؟ نعم. وكيف جميل. يكون ذلك؟ نعم جميل يعني سؤالي. هذا هو سؤالي للاستاذ ان شاء الله يجاوبني عليه. ان شاء الله يجاوبك عليه. بارك الله فيكم وتحياتي لجميع عمال قناه القران الكريم ليك. من اسرع عامل الى مديرها الى المصورين التقنيين جميع العمال. شكرا بارك الله فيك سعاد على مداخلاتك القيمه دائما نشكرك جزيل الشكر اختي الفاضله. نجاوبها استاذ جوبها. بالفعل الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم. دراسات الحياة تقول أن الطفل أن المراحل العمرية عند الإنسان تمر هكذا. في المراحل العمرية الذي يقوم بالتغيير في حياتنا هم الوالدان. نعم. هم الأب والأم هم الذين يقومون بكل التغييرات التي تصلح لنا في حياتنا. ربما يستمر هذا حتى فترة ما قبل المراهقة في الذي يقرر في حياة الطفل هم الأب أو هم الأب وهم الأم. تدخلاتنا تكون بسيطة جدا عندما نبدأ نكبر شيئا ما. ثم تستمر حياتنا في تقلبات المراهقة ثم نستمر حياتنا إلى 21 سنة. 21 سنة سميت نمو الإنسان. هنا في 21 سنة يبدأ يرجع. نعم في مكالمة هاتفية. مريم من العاصمة السلام عليكم مريم. وعليكم السلام أختي وشاكي. لا بس الحمد لله مرحبا بك. الله يسلمك. عندي سؤال أستاذ بابا كريم من فضلك. تفضلي. مرحبا. الله يسلمك. يعني أنا أستاذ بابا كريم أنا عندي أشعر أنه عندي طاقة إيجابية لكن مجرد يجيني الخوف من المرض يعني تروح لي قاع الطاقة الإيجابية نفقد التوازن تاعي يعني كليا. نعم. وخايفة يعني يصالي انهيار عصبي بهذا السبب. وش يخيفك من المرض؟ وش اللي يخيفك من المرض؟ هو مرة صالي سحر ومن بعد شغل برد لكن قعد لي هذا الخوف. نعم صح. فرضا لو انك مرضتي وش راح يصرى؟ نعم فرضا انك مرضتي وش راح يصرى؟ خلاص نفقد التوازن تاعي شغلوا لي عالم اخر. لا لا يعني قلنا فرض المرض خلاص معليش. فرضا هاكي مرضتي ما الذي سيحدث؟ صار اكتئاب. صح. بعد ما صار اكتئاب ما الذي سيحدث؟ نمرض. إذا رجعنا نمرض. طيب سنجيبك إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله. شكرا. بارك الله فيك. أشكرك جزيل الشكر. نعم. نكمل مع إجابة. نعم. سعاد. فقلنا عندما يصل إلى سن 21 سنة هنا تكتمل شخصية الإنسان. وفي اكتمال هذه الشخصية دائما عندنا ذلك الجزء 1% الذي يستطيع الإنسان أن يغير به كل 99%. وهذا ما محل قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا عندما نقول نحن في سن 35 سنة نحن الآن إذا كان بقينا لحد الآن 35 سنة ونحن ما زلنا نلقي اللوم صحيح أنها لها تأثيراتها ولكن كثير من التأثيرات السلبية موجودة لكن الآن علمنا أن هذا الطريق ليس هو الطريق الصحيح. سن 35 سنة لم يبقى للإنسان بقاونا 5 سنوات ويكتمل ما عندنا ما يسمى بالعقل الروحاني. لا. الذي من خلاله لله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء كلهم في سن 40. إذا كان ما زال عنده 35 سنة ما زال يفكر بالطريقة هذه ما زال والدية صار بقى في نفس الطريقة وبالتالي الآن لابد من أخذ زمام الأمور والمبادرة هنا. يقدر يغير بكل سهولة وبسطة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى كان منهم في 60 سنة. نعم. لما أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا غير كل حياته. لكن إرادة التغيير وقوة التغيير وتحفيز الإنسان للتغيير والمبادرة نركز هنا على المبادرة أكثر. أن تبادر أنت تعرفت الآن بأنك في حالة سلبية. نعم. في تفكير سلبي في سلوك سلبي في شعور سلبي في أي كان فأبدأ لنا في التغيير خذ سلوكات تغير ذلك. من المعلومة ربما ذكرنا هذه المعلومة في هذا اليوم كم من مرة قلنا أن سلوكات أن شخصية الإنسان تتكون من المشاعر والسلوكات والأفكار وكلها مرتبطة ببعضها. أغير. نعم. واحدة من هذه الثلاثة. حاول الآن بسلوكات إيجابية أفكار إيجابية نظرة إيجابية مستقبلية وستتغير حياتها إن شاء الله بإذن الله بكل إيجابية إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى لها كل التوفيق. أم أمين من تيزي وزوز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو صباح الخير. صباح الأنوار أم أمين. أم أمين من تيزي وزوز حبيت نهضر مع دكتور. نعم. أو يسمع فيك تفضلي. مرحبا بك. حبيت نسقسي على وليدي. عندي وليدي السنة الرابعة. نعم هذا العام شغل قرايه حبط كاع
مستواته ماشي كاع مزيان. نعم. وشغل في المدرسة يبوجي بزاف، توجور يشكيو منه، في الدار يقرا يروح للمدرسة ما يجيب والو. سيرتو هاد العام صافي ما كاين والو ويبوجي بزاف، وكل حاجة اللي نقول له ما تخدمهاش هذاك اللي يخدمها. كيما عرفنا نسيت توجور يشتكي الشيخ يقول لازم يقرا، مي هو يقرا يقرا. هذاك النهار قلت له كنزيد له نحرصو ولا نقول له اقرا كثر من هذا يقدر يهدل ولا ما فهمتش. ما فهمتش كيف نتعامل معاه ولا وين نديه، ما فهمتش كاع كيف نتعامل معاه. طيب نعم، عندك سؤال لها استاذ؟ واضح سؤالك ام امين، بقي معنا في المتابعه راح يجاوبك الاستاذ ان شاء الله. صحة. شكرا، يعطيك الصحة، شكرا. نواصلوا إجابة. نعم، مريم من العاصمة تشعر يعني عندها طاقة إيجابية لكن الخوف دائما يلازمها، الخوف من المرض. عليها طرحت هي السؤال، صح، ما فرضنا مرضنا، ما الذي سيحدث؟ سأمرض وعندنا أمراض سأعالج. قالت لي سبي اكتئاب، بعد ماذا بعد الاكتئاب؟ بعد تم حبست. وبالتالي هذا معتقد سلبي بالنسبة إليها على المرض. نعم. والمفروض أن المرض بالنسبة لي أنا كمسلمين منحة ربانية. نعم. ليبلوكم أيكم أحسن عمل. الله عز وجل عندما حتى جاء في الحديث حتى الشوكة يشاكها الإنسان، الألم البسيط الذي يصابه عند الإنسان سيجده عند الله سبحانه وتعالى أجرا وثوابا. نعم. إننا المفروض كي نمرض نفرح أن الله افتكرني وأن الله عز وجل أعطاني منحة أجر وثواب وحسنات ما لن أجدها في 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 سلوكاتي وأعمالي وحتى في عبادتي. نعم. ما التي ألقاها. ومن هنا نقول للأخت الكريمة هذا معتقد سلبي نحو المرض، عليك أن تتخلي عن هذا المعتقد، تحدثي نفسك دائما بأشياء إيجابية بلغة إيجابية، تحدثي دائما أن الله سبحانه وتعالى على المرض على أنه أولا منحة ربانية وفيه أجر وثواب. الأمر الثاني، تكلمي دائما أنك ستكونين بصحة جيدة بإذن الله عز وجل، وأن المرض الذي يكون فيه الإنسان إنما هو طهارة له، ولذلك من الدعاء الذي ندعوه للمريض عندما نذهب إليه نقول طهور إن شاء الله. فهنا قصة الأعرابي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عند يديه حمى شديدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طهور، قال من أين طهور يا نبي الله؟ إنما هي حمى تفور عند شيخ كبير تريده إلى القبور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي كذلك، فبقي 3 أيام ومات بحمته تلك. إذن عندما تكون نظرتنا للمرض، معروف عند النفسانيين الآن يتكلمون عن الخوف المعتد به عند النفسانيين هو الخوف من المرض. نعم. تقدر أنها عن طريق لغة إيجابية تتحدث عن نفسها باللغة إيجابية أنها في صحة جيدة وأنها هذا الأمر جيد، تأخذ ورقة من يدها وتكتب كل المخاوف لديها من المرض. ما الذي يصيبها المرض، مخاوف، القلق، كل الكلام التي كنت تتكلم عنه تكتبه في ورقة، ثم تقرأ هذه الورقة، وخلال قراءتها لتلك الورقة تبقى تشوف فيها وتصور نفسها بالفعل راهي في قلق، راهي في توتر، راهي في مرض، وبعد ذلك تقطع الورقة هذه بشيء حتى نزيل هذه المعتقدات السلبية التي تكون عندها بطريقة آلية وبطريقة دائمة مستمرة. الذي نؤكد عليه هنا حتى ضربت الموضوع بموضوعنا هو أن تكون لديها لغة إيجابية حول المرض وحول ذاتها وحول نفسها، أن تقدم تقدير ذاتي نفسها حتى تستطيع أن تتأقلم مع المرض بشكل إيجابي. نعم. نعم، وكنا قد تحدثنا الأسبوع الماضي عن التوكيدات الإيجابية وأهميتها وأثرها جدا. نعم. على حياتنا. أثرها على حياتنا. نعم. نعم، جميل. أم أمين تيزي وزو مشكل مع ابنها، هذه مشكلة يعاني خاصة في هذا السن، مشكلة يعاني منها الكثير من الأولياء والكثير من الأطفال ربما. نعم. فنقول هنا الأمر يحتاج إلى تشخيص أول، لابد من الجلوس على الطفل. نقول لأم أمين أقعد مع الطفل تاعك بهدوء، ريح مع الولد تاعي بهدوء، ما الذي تريده بالضبط؟ أنا في سنة 4 متوسط، عندك 15 سنة و 14 سنة، ما الذي تريده بالضبط؟ هل تريد أن تدرس وتتقدم في دراستك وتحصل على مهنة مريحة في المستقبل، أم أنك لا تريد أن تدرس؟ يعني لابد أن نبحث هنا ما الذي يريده الطفل حتى نحاول أننا نتناقش معها بشكل إيجابي. الأمر الثاني، لابد هنا قد يكون لدى الطفل صعوبات دراسية، مشاكل نفسية، مشاكل اجتماعية التي يعيشها الطفل، وبالتالي هذه التي تخليه مضطرب سلوكيا. فلابد أن نبحث هنا من أين تكمن المشكلة، هل المشكلة دراسية الطفل هنا أو هذا الطفل لا يستطيع أن يدرس بشكل إيجابي وبالتالي تنقصه الكثير من المهارات الدراسية وبالتالي لا يستطيع أن يدرس بشكل إيجابي، أم أن لديه مشاكل نفسية، أم أنها كذلك مشاكل اجتماعية؟ حينما نعرف السبب نستطيع أن نتعامل معه بشكل إيجابي. كذلك سؤال آخر اللي مهم لابد أنها لابد أن تتناقش فيه مع ابنه ومع الأساتذة
الأساتذة هو هل هذا الطفل يستوعب داخل المدرسة، هل التحصيل الدراسي نتاعه تحصيل موضوعي ولا تحصيل عادي، أم أن هناك صعوبات في هذا التحصيل؟ الإجابة هذه كل سؤال لابد تحتاج إلى حجم مقابلات مباشرة، نعم. تأخذ إلى مختص نفساني أو إلى بعض المستشارين الآن في التنمية البشرية والتطوير الذاتي الذين ربما يقومون ببعض التمارين وبعض التدريبات التي ربما تجعل هذا الطفل يهتم بدراسته أكثر. في أثناء ذلك ينبغي الآن أن تشجع ابنها على الإيجابية، تحاول أن تحدث ابنها إيجابية، تحاول أنها تغرس فيه أمر من الإيجابي، وأن السلوك الذي يقوم به الآن من خلال الفوضى تعرف داخل القسم ولا من خلال عدم تتبع الدراسة هذا سينعكس عليه سلبيا، وأن هذا الأمر سيقع له مشكلة من بعد، وتبين له ذلك وتقدم تقدم له حتى بعض النماذج في المجتمع من خلال هذا كان يدير المشاكل في المدرسة والآن وصير ستؤول إلى هذا المآل. ونحاول أننا دائما نتحدث معه بهدوء، مرحلة صعبة جدا، نعم. مرحلة مراهقة، ثم هناك الكثير من الإشكاليات في هذه المادة، وأنا أجزم بأن المشكلة الآن مشكلة الطفل لا يعرف كيف يدرس، هذه المشكلة هنا، نعم. مش عارف كيفاش يقرأ، وبالتالي ما دام هو مش عارف كيفاش يقرأ يبدأ يدير تصرفات أخرى، ما عرفوش كيفاش يحفظ، ما عرفوش كيفاش يركز، ما عرفوش كيفاش يراجع، ما عرفوش كيفاش يدير مراجعة في البيت، وبالتالي عندما لا يعرف يقوم بهذه الأمور كلها فيقوم بأشياء أخرى، بالتالي نقول هناك بعض المراكز تدرب الطلبة والتلاميذ على كيفية الحفظ، على كيفية المراجعة، على كيفية المذاكرة، وتعطيهم بعض التقنيات التي ستساعدهم على الدراسة، فإذا كان بإمكانها تأخذه إلى أحد المراكز الموجودة في تيزي وزو بدل هذه المراكز، نعم. تقدر تأخذه إلى أحد المراكز هذه يتدرب وسيتحسن إن شاء الله. وربما هنا نقص شيء مهم جدا وهو قضية التحفيز، لأن يعني أغلب الطلبة في هذه السن ينقصهم التحفيز الدراسي، وعندما لا يكون التحفيز الدراسي تقع الكثير من الإشكالات في جانب الدراسة. جميل، نعم. في الختام أستاذ، ما هي أهم الخطوات؟ نعم، أهم الخطوات تنغرس الإيجابية في حياة أبنائنا. الأمر الأول لابد أن تكون لغتنا نحن لغة إيجابية، نعم. لغتنا حول الحياة وحول تناقشنا مع أبنائنا، لابد أن تكون هذه اللغة لغة إيجابية. الأمر الثاني لابد أننا تصرفاتنا وسلوكاتنا لابد أن تكون قبل أن نتحدث أن نغرسها في الأبناء، فلابد أن تكون نحو تصرفاتنا وسلوكاتنا، نعم. إيجابية. نعم، حتى تكون القدوة الإيجابية، لأن الطفل يقتدي ويأخذ من خاصة في مرحلة 3 سنوات ما فما تحت أن الأب والأم هما كل شيء في حياة الإنسان، فهنا قلقنا، توترنا، غضبنا، ألفاظنا السيئة كلها سيتلقفها هذا الطفل وسيعيدها فيما بعد. هذا أمر ثاني. الأمر الثاني دائما المتابعة لهؤلاء الأطفال، المتابعة في سلوكاتهم، المتابعة في تصرفاتهم، حتى نحاول أن نوجهها، لأن الطفل أحيانا عندما يقوم بسلوكات أو تصرفات أو ألفاظ سلبية في أغلب الأحيان في البداية يكون لا علم له بأن هذا الأمر سلبي لا يمكن أن يكون، لكن متابعتنا نحن كأولياء ونظرتنا الإيجابية لهذا الأمر وتصليح الإيجابي مهم. كاين بعض الأولياء كيشوفوا ولدهم قال كلمة مش مليحة يضحكوا، فهو يعتقد بأن هذا الشيء جميل، وبالتالي يعيده مرة أخرى. فينبغي هنا أننا نحاول أننا نقف عندما تكون أمور سلبية في حياة أطفالنا، حبس ولدي، هذا أمر لا يمكن أن يقال، هذا الكلام ما نزيدوش نقوله، أمر مرتين ثلاثة حتى توصل بعض العقوبات الخفيفة من أجل تعديل السلوك مهم جدا، فتعديل السلوكات مهم جدا. كاين أمر آخر دائما في الأمور الإيجابية دائما نبحث عن التحفيز والتشجيع، شجع ابنك بقدر ما تستطيع. كاين بعض الأولياء يقول كان يخاف نشجع ولدي، نشجعه بزاف يعتد بنفسه ولا يولي يسب الغرور، لا، التشجيع هنا سيعطيه تحفيز إيجابي، سيعطيه شعور إيجابي، هذا الشعور الإيجابي الذي نبحث عنه نحن في الدراسة الجيدة، في السلوكات الجيدة، في التعامل الإيجابي اليومي الذي يمكن أن يكون على الأطفال، ومن هنا نحتاج دائما أننا نشجع أبنائنا بقدر ما نستطيع حتى نغرس فيهم هذه الإيجابية. لكن تبقى أهمية الألفاظ كما تحدثنا في الموضوع الماضي، نعم. التأكيدات الإيجابية مهمة جدا من أجل غرس هذه الإيجابية في حياة الأبناء. جميل جدا، نعم. أستاذ الفاضل، ودائما يعني معكم مع المواضيع، نعم. الإيجابية والطاقة، نعم. الإيجابية يتمدنا بها دائما أستاذنا. إن شاء الله الملتقى الأسبوع المقبل بحول الله تعالى. نتوقف مشاهدينا الكرام مع هذا الفصل الإنشادي، ثم نعود لنستكمل ما تبقى من فقرات.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله عز وجل، ومع ذلك أصابته هذه الدنيا بلأوائها، فأصابته المحن وأصابته المصائب وحلت به البلايا والرزايا، شأنه شأن كل الناس. ولد صلى الله عليه وسلم يتيما، لم يرى والده، لم تكتحل عيناه برؤية والده، ولم ترسم على شفتيه كلمة أبي أبدا، وبعد ذلك يفقد أمه وله من العمر 6 سنوات صلى الله عليه وسلم، لم يشبع بها ولم يشبع منها ولم يشبع منها، لأنه قد تربى في ديار حليمة السعدية 4 سنوات كاملة، ثم بعد ذلك تموت هذه الأم فيكفله جده عبد المطلب، ولم تدم هذه الكفالة طويلة فيموت جده كذلك بعد 2 سنوات لينتقل إلى عمه أبي طالب. هذا الانتقال من حضن إلى حضن ومن شخص إلى شخص هو اليتم الذي عاناه صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لم يشأ له أن يكون لأحد عليه فضل إلا الله رب العالمين. ويكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتزوج بخديجة رضي الله عنها وأرضاها، ويحبها حبا جما، ويرزقه الله عز وجل منها الولد، فتنجب له زينب، وتنجب له رقية، وتنجب له أم كلثوم، وتنجب له فاطمة، وتنجب له القاسم وعبد الله، ولكن الله عز وجل يبتليه كذلك فيهم، فيموت كلهم في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة فتتأخر عنه ستة أشهر. يفقد رقية فيبكي عنها، ويفقد زينب فيبكي عنها، ويفقد أم كلثوم فيبكي عنها، وقبلهم يفقد خديجة رضي الله عنها وأرضاها فيبكيها كذلك صلى الله عليه وسلم. يفقد عمه حمزة الذي رآه مقطعا أمامه فيبكي صلى الله عليه وسلم، ويشتد نحيبه حتى يسمع له صوت صلى الله عليه وسلم. كل هذه المحن وكل هذه المصائب أصابت النبي صلى الله عليه وسلم. يفقد زيد بن حارثة الذي رباه وكان ينسبه إلى نفسه قبل أن تنزل آية التحريم، فكان يسمى بزيد بن محمد، وينعاه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وعيناه تذرفان وهو يبكي صلى الله عليه وسلم. يفقد عمه أبا طالب رغم كفره، ولكنه كان يحبه وكان حريصا على أن يكون مسلما وحريصا على أن يؤمن، فيموت وهو على كفره، فيحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. أخي المشاهد، لك أن تتخيل كل هذه المعاناة، هو يتيم الأب ويتيم الأم، ويفقد الزوجة ويفقد البنات ويفقد الأبناء ويفقد الأعمام، فأي ابتلاء أكبر من هذا وأي محنة أكبر من هذا؟ ولكنه صلى الله عليه وسلم في كل هذه كان صابرا، في كل هذه كان محتسبا، لأنه استجاب لأمر ربه في قوله: فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فإن كنا نحبه حقا ونتبعه حقا ونتخذه أسوة لنا حقا، فلكل يتيم اصبر كما صبر النبي، لكل من فقد زوجة اصبر كما صبر النبي، لكل من فقد أبناء اصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فاتبع قرآنه. وقفات عند محطات منيرة من سيرته، سيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نحييكم من جديد مشاهدينا الأكارم، نرحب بمن التحق بنا اللحظة في رحاب فقرة برنامج ضحى القناة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا على محبته وطاعته وخدمة كتابه وسنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. مسك ختام فقرتنا لنهار اليوم مع فضيلة الشيخ أستاذنا بلال سويسي، وحديثنا في ركن قيم سيكون حول قيمة النظافة. دعونا بداية نرحب باسمكم جميعا بأستاذنا الفاضل بلال سويسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن حديثنا اليوم سيكون حول قيمة النظافة. دعانا ديننا الحنيف، ويعني أوصانا ديننا الحنيف في مواضع عديدة من الكتاب والسنة على النظافة. نعم. ليس فقط النظافة الجسدية، وإنما النظافة كذلك الروحية، نظافة وتطهير القلب مثل ما كان يوصينا عليه الصلاة والسلام. دائما سنتحدث بصفة عامة عن هذا الموضوع وأهميته في حياة المسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. لا شك أن من أبرز قيم ديننا الحنيف هي النظافة، أبرز قيمة من أبرز القيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظيف يحب النظافة، طيب يحب الطيب، فنظفوا أفنيتكم، يعني ساحاتكم وغيرها وطرقاتكم. فالنظافة من أعظم القيم التي دعا إلى الإسلام، بل لا أبالغ كما ذكر أهل العلم أن من أول ما نزل من القرآن حول النظافة، أول سورة نزلت في القرآن حول قيمة العلم والحث على العلم والقراءة. ثاني سورة مباشرة كما روى جابر بن عبد الله هي في قيمة النظافة، النظافة المعنوية الحسية القلبية، والنظافة نظافة البدن والثياب والمكان وغيرها. يا أيها المدثر، ثاني سورة نزلت يا أيها المدثر، يعني المتدثر المغطى، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة إقرأ خاف أول مرة، قال دثروني دثروني زملوني زملوني، قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، بعدها وثيابك فطهر والرجز فهجر، أو الرجز فهجر يعني الأصنام فهجر فهجرها. فأول ما نزل من القرآن حول الطهارة، هذا إن دل فإنما يدل على أن قيمة النظافة في الإسلام قيمة عظيمة. نعم. نظافة، النظافة الحسية يعني أو المعنوية، في كلاهما، والنظافة المعنوية نظافة القلب أولى. نعم. كما قال الله عز وجل يا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذه الزينة والطهارة الظاهرة. نعم. ولباس التقوى أو لباس التقوى على قراءتين، هذه النظافة الداخلية الباطنة، نظافة القلب. ولباس التقوى ذلك خير، دائما يقول ذلك خير، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالنظافة الباطنية أولى. يوم القيامة لا ينجو من عقاب الله عز وجل إلا من جاء بقلب طاهر سليم. إلا من جاء بقلب سليم، يعني إلا من قدم على الله عز وجل بقلب سليم، سليم من الشرك، أعظم شيء، أعظم ما عصي الله عز وجل به أن تشرك بالله عز وجل وتكفر به، طاهر من الحسد. نعم. طاهر من الغل. أعظم ما يدخل الجنة أمراض أن يكون القلوب. نعم، أمراض القلوب أعظم ما يكون أو ما يدخل الجنة، وأخسر طريق، أسهل طريق إلى دخول الجنة أن يكون قلبك صافيا من طاهرا والأحقاد. من الضغائن، من الأحقاد، من الحسد على إخوانك المسلمين. نعم. معروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، قالها مرارا مرات، يطلع رجل يحمل نعله تحت إبطه تقطر لحيته من أثر الوضوء. سبحان الله، حتى اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كي يعلم ما الذي أودى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا من أهل الجنة، فلم يجد له كثير عمل، يعني كثير من الصحابة أفضل منه. ولكن القصة معروفة، بات عنده 3 أيام دار له التورية، فقال له لم ما عندي يعني عمل إلا ما رأيت، لكني لا أبيت وفي قلبي حسد أو حقد على أحد من المسلمين. نعم. قالوا ذاك الذي بلغت بك، وهي التي لا تطاق. أفضل شيء وأفضل طهارة أن نطهر قلوبنا. نعم. لماذا يحمل الحقد الإنسان، يحمل الحقد على إخوانه المسلمين؟
لماذا لا يرحم الإنسان إخوانه؟ لماذا لا يكون طاهر القلب، نظيف القلب؟ وإذا طهر القلب ظهرت ذلك على الجوارح، صح. يكون الإنسان طاهر فيه، والعكس صحيح. نعم نعم، وقد تكون العكس صحيح، لأن الاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن. نعم. أحاديث كثيرة، مثلا هذا مثال فقط. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية الصفوف، قال لا تختلفوا، يعني في الصفوف، فتختلف قلوبكم، سبحان الله. فاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن، واختلاف الباطن يؤدي إلى اختلاف الظاهر. قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير الفرد، تغيير النفس، يتغير، هذه عملية عكسية. فالطهارة قلنا من أعظم القيم في ديننا الإسلامي، وجاءت آيات كثيرة تمدح الطهارة، مثلا منها قول الله عز وجل وجعلها شعار لهؤلاء الرجال الذين يعمرون بيوت الله عز وجل، قال فيه، يعني في المسجد، فيه مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يا الله، يتنظفوا، ما هو الجزاء؟ والله يحب المطهر. النظيف الطاهر في ثيابه، في مكانه، في قلبه، هذا يحبه الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهر. لكن يعني للأسف في بعض الأحيان بعض المظاهر التي تنتشر في مجتمعنا، نعم، هنا وهناك، مظاهر منافية تماما لما دعانا إليه ديننا الحنيف في هذا أكيد الشهر. لما يقرأ الإنسان، قبل قليل كنت أتحدث على هذا الأمر مع أحدهم، نعم، طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهروا أفنيتها، يعني تأخذه الحصرة، صح، للأسف. سبحان الله، كيف لهؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يطهرون أفنيتهم، يعني كما قلوا إحنا بالدرجة موسخين، انقلبت الآية، أصبح المسلمين أبرز ظاهرة في مجتمعهم، في أفنيتهم، في طرقهم، هي الأوساخ هذه في كل مكان. لا يتورع إلا من رحم الله، لا يتورع إلا من رحم الله أن يرمي بقذوراته من نافذة السيارة الحاوية، نشاهدها يوميا، نعم، يعني يتفطر لها القلب. وهذه مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية، نعم، الإمام، مسؤولية المعلم، مسؤولية الوالدين، مسؤولية كل من له يد في التغيير، حتى يربي أبناءه، نعم، على هذا السلوك. الحاوية هنا، الحاويات أكرمكم الله عز وجل، تعالى بوبير، نعم، وهو يرمي هنا، لا يتعب نفسه فمثلا يركن السيارة، يقاري السيارة ويجعل تلك الأكياس القمامة أعزكم الله في مكانه، يرمي بها أينما شاء، نعم، يرمي الإنسان بقاذوراته من نافذة السيارة، يعني أمر يندى له الجبين، صح. سبحان الله، وأنا قادم إلى القناة رأيت هذا بعيني، يعني سيارة فيها بعض الثلاث رجال أظن، ففي زوج منهم، اثنين منهم شربوا القهوة في قوبلي هذا، كلاهما رمى بكأسه خارج السيارة، يعني القلب يتفطر، نعم. والله هذا ليس بخلق ولا مظهر من مظاهر الرقي، مظهر التخلف، تخلف، سبحان الله. كلنا ننادي، شوف، كلنا ننادي بأن يحكمنا مثلا رئيس، نعم، يطبق كذا قوانين وغيرها ويرقب البلاد، بس لا نجتهد على التغيير، يعني ما بأنفسنا، نريد أن يحكمنا كعمر الخطاب، ونحن لسنا بأهل لأن يحكمنا مثل عمر الخطاب، نعم، أبدا. نحن لا نتورع أن نرمي بفضلاتنا وقذراتنا في كل مكان، نشعر الرب رواحنا، يعني، نعم، سبحان الله. الإنسان لم يستطع أن يربي نفسه، قبل تعقه وما تقدرش تحطه في السيارة، بعد تديره في كيس، يعني تخصص كيس في السيارة ترمي فيها، يعني، إيه؟ القمامة والنفايات، ونلقي باللوم على البلدية وعلى كل شيء، نعم، مسؤولين والبلديات وغيرها قد يقصرون ويقصرون، بصح نايا كاين اشياء احنا الاولى بان نفعلها، نعم. ما تستناش حتى يجي هذاك يسموه يكنس لك عند الباب، والله يكون يواسي، احنا نرمو في كل مكان، ولا نحترم كذلك اوقات، لا نحترم كل شيء، الكلام عن النظافه يندى له الجبين، نعم. احنا شعب الا من رحم الله، لكي لا نعمم، نعم. كاين ما شاء الله، كاين ناس منظمين نظاف، الله يبارك، بالصح الغالبية فينا، الإنسان يهدر على نفسه وغيرها، مانيش نهدر على فئة ولا فئة، نعم، ما بعاد على النظافة بقرون،
الإسلام جاء بالنظافة والدين نظافة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل النظافة هي نص الإيمان من العقيدة، قال النظافة الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان سبحان الله دخل النظافة في العقيدة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، حديث أبي هريرة المعروف، بضع وسبعون شعبة، فأعلاها أعلى الشعب الإيمان العقيدة، نعم، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأن لا نتورع أن نرمي بفضلاتنا في كل مكان. والإنسان لو نظر إلى الإسلام كله نظافة، صلوات خمس شرط صحة الصلاة لابد أن تتوضأ، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديك، تغسل أنفك وتبالغ في الاستنثار، تغسل وجهك، تغسل يديك، تغسل رجليك خمس مرات في اليوم والليلة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، تغسل الفم والأسنان عند كل صلاة عند كل وضوء، بل لما يشرب الإنسان لبن إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما، خصال الفطرة قص الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، إلى غيرها من الأمور التي دعا إليها الإسلام. أمرنا أن نغطي الآنية، وأن لا نشرب من في السقاء، وأن لا نتنفس في الإناء، وأن لا ننفخ في الطعام الحار. من دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتكلم وينهى عن النفخ في الطعام؟ هل كان هناك أجهزة وكما نقول تحاليل وغيرها؟ فبالعلم الآن نعم النفخ في الطعام فيه مضار، نعم، بكتيريا وغيرها، فالإسلام دين نظافة. الأبحاث العلمية الحديثة أكيد نحن نعمل دائما من خلال قناة القرآن الكريم، خلال المواضيع التي نتناولها، من خلال برامج قناة القرآن الكريم، على ترسيخ كل السلوكات الإيجابية، ترسيخ كل ما جاء به ديننا الحنيف. دائما الفائدة مستمرة عبر قناة القرآن الكريم وبرامجها. سهرة اليوم أنتم على موعد مع برنامج خاص بحول الله تعالى، سيكون تحت شعار لقد خيرت فاخترت، تفاصيل نتابعها من خلال هاته الوضع. لمن أعيش؟ أعيش للإسلام والجزائر. لقد خيرت فاخترت، برنامج خاص يأتيكم الليلة وعلى المباشر الساعة 9 ليلة، نتناول فيه محاور عدة: حرية الاختيار في الإسلام، ميزان الرفق في الحياة، صفحات من التاريخ. كونوا في الموعد. الشباب هذا عنده أم واحدة والجزائر بلد واحدة، حبينا ولا كرهنا هذه هي البلاد اللي تسترنا. برهنوا البلاد هذه، برهنوا لها، خدموها وحبوها من قلبكم. فيا أيها الناس، فيا أيها الناس هذه بلادي، فيا أيها الناس هذه بلادي، ومعبد حبي وحلم فؤادي. إذن مشاهدينا الكرام، ستكونون على موعد سهرة اليوم بدءا من 9 وعلى الهواء مباشرة مع هذا البرنامج الخاص من تقديم الزميل عبد الغني خربوش، فكونوا في الموعد بحول الله تعالى، ونسأل الله دائما أن يحفظ هذا الوطن وأن يجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين بفضل سواعد وبفضل إخلاص أبنائها. أستاذنا الفاضل، كلامنا عن النظافة هو من الحفاظ على الوطن، نعم، وكما قال هذه الجزائر أمنا، نعم، ولا أم لنا غيرها، فحبنا لها كحبنا لأمهاتنا، صح. فالإنسان مجبول ومفطور على حب أمه التي ولدته، كذلك مجبول ومفطور على حب الوطن الذي تربى فيه. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، نفس الله قال، حديث شفاء من بعض الأمراض بتربة أرضنا، فحب الأوطان
هذه من الفطر مغروزة في الإنسان، بل قرنه الله عز وجل في كثير من الآيات بالموت. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ما هو سبب؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان شديد الحب نعم. لمكة المكرمة، لولا أن قومك أخرجوني منك لما خرجت. وكان نفس سلم لما ذهب إلى المدينة واستقر فيها أصبحت موطنه الثاني يحبها. لما يكون في غزوة ويريد أن يرجع كان يحرك ناقته أو راكبته شوقا إلى المدينة. وحب الوطن هذا الإنسان مفطور. من بين العقوبات لقطاع الطرق والذين يسعون في الأرض فسادا وينهبون ويسرقون المال وغيرها، من بعض العقوبات أن ينفى من بلده. قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يعني ينفوا من بلادهم. ومن عقوبات الزاني غير المحصن جلد 100 وتغريب سنة، تغريب سنة من بلده الذي ولد فيه، هذا شيء عظيم. لمن صحت فطرته وسلمت فطرته لا تجده يتنكب لوطنه ولا لأبناء وطنه. سليم الفطرة يحب وطنه ويسعى نعم ويسعى للحفاظ على وطنه بما يستطيع، حتى بتدريس الأولاد الحروف والقرآن إلى ذلك المهندس والذي يطور بلده. فلا بد الإنسان أن يسعى للحفاظ على هذا الوطن. ليست شعارات نرددها، لا ليست شعارات حب الوطن وغيرها، والوطن خط أحمر وكذا وتحتها يسرق وينهب ويفعل ما يفعل ولا يقدم لأبناء وطنه ولا لوطنه شيء. حب الوطن التغيير يبدأ من النفس، كل واحد يعني يغير نفسه قبل أن ينادي بالتغيير. أكيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وأن لا يكونوا ممن يقولون ما لا يفعلون. نعم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ليست شعارات. نعم. حب الوطن ليست شعارات. نعم، هذه الشعارات تجسد على أرض الواقع. يبدأ الإنسان يصلح نفسه التي بين جنبيه وعائلته التي هو مسؤول عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يسألك الله عز وجل عما استرعاك، عن أبنائك، عن زوجتك إن كنت إماما، عن أهل مسجدك إن كنت رئيس بلدية، إن كنت رئيسا يسألك الله عز وجل حاكما يوم القيامة عما استرعاك. هل غششت رعيتك؟ هل شكرت لهم؟ نعم، نحن نشكرك جزيل الشكر أستاذنا الفاضل، ونسأل الله دائما وأبدا أن يحفظ هذا الوطن يا رب العالمين. نحفظ الجزائر وأبنائها المخلصين، أمين يا رب العالمين. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم برنامج ضحى القناة. تقبلوا تحياتي وتحية الفريق الذي خدمكم، في الإخراج تركيا سعد زبيري، في الإشراف زهية هني، دليلة موليش سكريبتانا، كلتم في كتابة السنتي مسؤول الإرسال إبراهيم وزار، هندسة الصوت مراد فرحي، هندسة الرؤية ميلودي وأمين بن زراري، وفي التصوير لويزا عبد الحميد وبالعيد زماري، في التسيير أو في تسيير البلاتو حسينة حداج، وكل الفريق التقني إبراهيم وزار طبعا. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.